السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ إذا اليوم عندي لكم مفاجأة كبيرة بزاف وهي لا كوريكسيون تصحيح ديال جميع تمارين لونيفر بلوس دوزيام اني كوليج ثانية إعدادي. إذا مرحبا بكم في لا كوريكسيون ديال جميع التمارين. كما كتشوفوا معايا هنا وجدت لكم جميع التمارين ديال الدورة الأولى في فيديو واحد، باش بلا ما تلقاو مشكل كل مرة تقلبوا على التصحيح باش تستافدوا او باش تخرجوا التمارين ديالكم. اذا تلقاو جميع التمارين في هذا الفيديو هذا اللي غتخليوه عندكم، ومن طبيعه الحال دير واحد الابوني وواحد جيم لهذا الفيديو هذا باش يبقى عندكم ان شاء الله ديما. ونبداو على بركه الله التمرين او التمارين ديال لي زيكزارسيس ديال لا لوسون الاول. دونك لوسون الاول هو لاتموسفير كي نوزونتور. كما تلاحظوا هنا كاين بعض الاجوبه ديال احد التلاميذ، انا اعتمدت ان ناخذ كتاب لاحد التلاميذ باش فيه اخطاء نصحوا الاخطاء ونستافدوا من كذلك الاجابات ديالو. جيد، دونك الدرس الاول لير كي نوزونتور شفنا فيه لي كوش اتموسفيريك، دونك الاسئله غتكون تصب يعني في هذا المعنى في هذا الموضوع. دونك لا كيسيون الاول تكست اترو يعني فراغات، سنتميم الفراغات. L'atmosphère et l'enveloppe, donc c'est la définition. Donc je n'ai l'atmosphère. Donc l'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse. Très bien. C'est l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. Donc l'enveloppe gazeuse ou le relief. L'atmosphère ou le relief. Le joui. Je n'ai pas l'enveloppe de le joui. Dit le gaz qui est de notre planète. Alors, la couche où nous vivons s'appelle, donc je fais les couches atmosphériques sont quatre. La couche loula, la couche tania, telta, raba. La couche loula est la couche moujawira l'art. La terrière, la couche loula est li, yani mouhita bil art. Il est li qu'elle est chauffée. Je la couche loula, katsma troposphère. Tu vois que là, il est troposphère. Et d'un hit tabaka, l'oula. La couche d'ozone se trouve dans la couche d'ozone, tabaqat l'ozone. Aïna toujad? Tabaqa l'oula ou tsaniya ou tsalisa. La couche d'ozone se trouve dans la deuxième couche. La couche d'ozone se trouve là. La couche tsaniya li hiya stratosphère. Très bien. Se trouve dans la deuxième couche qui est stratosphère. Et donc, j'ai mis l'ajoubiba d'il. تلميذ صحيحه. دونك هاد لا كوش هادي كتعرفوا الدور ديالها من طبيعه الحال، سي لا كوش كي نو بروتيج كونتر لي غايون يو في، كتحمينا من الاشعه البنفسجيه. اونسويت لا كيسيون ثالث، لو فون سوفل دون زون دو بريسيون فيغ اون زون دو بريسيون. دونك كما شفنا ان لو فون il se déplace d'une zone de haute pression vers la zone de basse pression. يعني كي نتقل من واحد المنطقه اللي فيها ضغط مرتفع نحو المنطقه اللي فيها ضغط منخفض. دونك هنا دو زون دو اوت يعني من منطقه ذات ضغط مرتفع الى منطقه ذات ضغط منخفض باس بريسيون. تري بيان. لي ساتليت يفول دون لا ثيرموسفير. دونك هذا لا غيبونس اللي عطا التلميذ. الاقمار الاصطناعيه شفنا كما قلنا ان لي كوش اتموسفيريك سون كاتر. الاقمار الاصطناعيه تطير في اي طبقه، واش في الطبقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. دونك بما اننا خدينا غير لي كاتر كوش، دونك لاتموسفير جينيرالمون اي كونسيو بار سانك كوش. سي كلير لا ديرنيير كوش هي ليكزو سفير. دونك بالنسبة اللي قراو في لي دوني ديال لا لوسون غير لي كاتر كوش، غيديرو هنا لا تيرمو سفير. سي كلير لا تيرمو سفير اللي هي لا ديرنيير كوش. لا تيرمو سفير. تري بيان. دون لا ناتور لير شو اي لير فخوا لو رومبلاس. سو ديبلاسمون دير produit
دونك دون لا ناتور لير شو اش كيوقع له؟ اش كيدير في لا ناتور؟ الهواء ملي كيسخن، نسيبو عندنا الهواء في واحد المكان تيسخن هاد الهواء بالفعل درجة الحرارة شنو تيوقع؟ المون السيليف كيطلع، دونك سيليف و بيان مونت فيغ لو او، كيصعد نحو الاعلى، كيصعد نحو الاعلى ديال لاكوش الاولى. سو ديبلاسمون دير برودوي هاد لو ديبلاسمون ديال لاغ من هاد المنطقة نحو الاعلى الفوق، شنو كنسميوها؟ شنو كيخلي لنا في هاد لا زون هادي ملي كيطلع الهواء؟ كيوقع هنا ديبريسيون، تيوقع ديبريسيون، يعني كيوقع انخفاض في الضغط، تيوقع واحد الانخفاض في الضغط اللي كنسميوه ديبريسيون. تري بيان. انسويت كي سي ام كوشي لا بون ريبونس. لاتموسفير يعني ضعوا علامة أمام الجواب الصحيح. لاتموسفير اي دو لاغ اي غيان كو دو لاغ. لاتموسفير الغلاف الجوي قال لك انه فيه غير لاغ، يعني فيه المكونات ديال الهواء، ما كاينش شي حاجه من غير الهواء. فوزيت داكور؟ دونك هذا سي با فري. دو لاغ اي غيان كو دو لاغ، يعني الهواء لاتموسفير فيه غير الهواء، لا فيه دوطخ شوز كو لاغ، فيه بليزيور كونستيسيون. دو فيد، واش الهواء واش لاتموسفير فيه لو فيد، فيه الفراغ، ما فيهش لي كونستيسيون، ما فيهش المكونات ديال المواد؟ نو سي فو. دو لاغ افيك دي بارتيكول سوليد او ليكيد اون سسبونسيون، يعني فيه الهواء وفيه واحد المواد اخرى اون سسبونسيون، دونك هذا هو لا بون ريبونس. لا كوش دو زون ابسورب لي غايون سولير لي بلو دونجورو، يعني لاكوش دو زون اللي هضرنا عليها قبل قلنا انها توجد في لاكوش الثانيه. ابسورب لي غايون دونجور، كتمتص، ابسورب يعني كتمتص الاشعه الضاره. ليسباس لي غايون نيسيسير ا لافي، دونك الاولى راه صحيحه. ليسباس لي غايون نيسيسير ا لافي، وتسمح بمرور الاشعه الصالحه للحياه، صحيحه كذلك. ابسورب تو لي غايون سولير، الا كانت كتمتص جميع الاشعه ديال الشمس، جميع الأشعة اللي عندنا من الشمس غتمتصها، ما تخليهاش تفوت. إذا ما وصلناش الأشعة ديال الشمس، وإذا هذا واضح أنه سؤال خاطئ. ليسباسي تو لي غايون سولير، كاع لي غايون سولير اللي كيجيو كتخليهم يدوزو، ما كتمنعهمش، ما كتمنعش لي غايون، كتخليهم يدوزو. دونك إلا كانت كتخليهم يدوزو غايجيو حتى دوك لي غايون دونجور، دونك هادي حتى هي خاطئة. سي كلاغ؟ دونك هذه خطأ ما خصناش نديرو فيها علامة، لأنه قال لنا نضع علامة أمام الجواب الصحيح فقط، والأجوبة الصحيحة عندنا هذا وهذا. تخي بيان. كيسكو لو فون، شنو هو الهواء؟ هذا السؤال. أوبسيرفي لي ديسان إي ريبوندر أو كيستيون. عندنا جوج لي ديسان، عفوا ثلاثة، أن دو تروا، هاد لي ديسان هادو، هاد الرسومات. دونك كيل ديسان L'air n'est-il pas en mouvement? Comment le remarques-tu? في اي حاله من هذه الحالات الهواء يعني ليس في حركه، مكاينش حركه الهواء، كاين السكون، مكاينش الهواء. دونك الكا l'air n'est-il pas en mouvement، يعني الهواء ليس في حركه. شو من الصوره كيبان لنا ان الهواء ليس في حركه؟ اذا في هذه الصوره، في هذه ليماج هذه، دونك سي ليماج 1 ايماج 1. علاش؟ لان هاد لا فلام هادي، هادي كتسمى لا فلام، الشعله. هاد لا فلام نو بوج با، ما كتحركش، سي كلير؟ كوم فو فوي هنا هاد لا فلام تحركات، تحركها الريح، غادي تطفى الشمعه، سي كلير؟ دونك لا فلام دون ليماج، دون ليماج ou bien dans le dessin 1, c'est clair, dans le dessin 1, car la flamme ne bouge pas, c'est clair, l'énergie ne bouge. Très bien. Ensuite, dessin tenu. Dans quel dessin l'air est-il en mouvement?
فاش من ديسان من هاد لي ديسان اللي بقاو لينا كيبين لينا ان الهواء في حركه. اذا ديسان 2 اي 3 دونك هنا 2 اي 3 comment le remarques-tu car la flamme bouge هنا la flamme bouge et هنا parabole oui comme vous voyez bouge aussi et le feuille de l'arbre vous voyez donc voilà باش عرفنا لان هاد المظله هادي parabole oui كت لاحظتوا كيفاش عوج الريح vous voyez لاحظتوا كذلك هاد الاوراق ديال الشجر سي كلير très bien ensuite comment appelle-t-on l'air en mouvement اش كنسميو الهواء en mouvement الهواء ملي كيتحرك الهواء شنو كنسميو كنسميوه le vent très bien donc الهواء ملي كيتحرك كنسميوه le vent كنسميوه الريح très bien donc lorsque الهواء est en mouvement on l'appelait le vent voilà les corrections de la page donc la page هنا ما بيناش ولكن راه باين عندكم ليكزيرسيس راه واضح très bien ندوزو la page الثانيه حنا مازال في نفس لا لوسون الاول donc عندنا climatiseur et radiateur donc هذا climatiseur وهذا radiateur هذا شنو الدور ديالو هذا الدور ديالو يعطينا الحراره كيعطي لا la chaleur وهذا شنو الدور ديالو كيعطينا le froid كيعطينا بروده سي كلير donc un climatiseur à air froid sert à refroidir يعني كنستعملوه هاد الكليماتيزور هذا باش نبردو الريح pourquoi l'installation ou bien pourquoi l'installe-t-on généralement assez haut dans une pièce donc كيما كتلاحظوا ديما الكليماتيزور سيكون في اعلى القاعة او في اعلى القسم او في اعلى المكتب او في اعلى البيت المهم خصو يكون في الاعلى علاش كيكون في الاعلى الكليماتيزور علاش ما نديروش في الاسفل بحال الغادياتور هذا هو لا كيسيون سي كلير دونك علاش كنديروه الفوق لان لاغ الهواء لاغ شو الهواء الساخن ملي كيسخن اش كيوقع له il s'élève كيطلع لفوق سي كلير كيطلع لفوق اذا ملي غيطلع لفوق هذا الهواء شنو خصو يوقع له خصو يسخن ملي غادي عفوا خصو يبرد وملي غادي يبرد غادي ينزل سي كلير دونك هذيك لو سيكل اللي غادي يديرها الهواء حتى يوصل لينا الاعلى ديال الطبقه الاولى عادي تبرد وينزل حنا كنديروها بهاد هاد الكليماتيزور دونك الكليماتيزور كيطلع الهواء الساخن تيبردو و كينزل لينا الهواء بارد سي كلير اما الا درناه هنا لتحت سي كلير دونك الهواء غادي يبرد لينا الهواء وما غادي نستافدو منه سي كلير تري بيان دونك هنا لا كيسيون باش نجاوب على لا كيسيون بوركوا لانستال طون جينيرالمون اسي او دون اون بيس كار دونك هنا لا ريبونس car l'air froid يعني الهواء اللي غادي يبردو كليماتيزور car l'air froid descend c'est clair car l'air froid descend لان الهواء البارد كينزل للاسفل c'est clair الان شوفوا الغادياتور يعني هذا المسخن هذا المسخن علاش كنديروه في الاسفل لان من الهواء البارد تينزل دونك شنو الدور ديالو هو يسخن داك الهواء
Le bled, c'est clair. Donc, pourquoi l'installe-t-on plutôt au niveau du sol? Car, ou bien pour chauffer, pour chauffer l'air froid. C'est clair, l'air froid, c'est au niveau de sol. Très bien. Ensuite, 5, l'air, une carte météo. La carte de l'Taqs, le schéma, c'est de se représenter une partie d'une carte météo. Notez sur le schéma les zones de pression. Donc la zone D, déjà pression pour la leçon, la zone A, la même chose. La zone D, c'est ma dépression, yani d'art mon khafet, ou A, c'est anticyclone, yani d'art mortsafet. Donc il est généré les deux zones, la zone A, ou la zone A, comme tu vois. Donc, je connais la zone qui fait الضغط مرتفع. Donc, هذه فيها 980 وهذه فيها 1035. Donc, هذه اللي فيها الضغط مرتفع. Donc, هذه تكون هي الانتي سيكلون. C'est clair? وهذه فيها 980 donc تكون هي ديبريسيون يعني فيها ضغط منخفض. كما كتلاحظوا في هذه المنطقه اللي فيها ضغط مرتفع الضغط المرتفع غادي ينقص. شفتوا؟ غادي ينقص. من 35 وصل 15 وهنا غادي كيرتفع حتى وصل 1010. كيلي لا ديفيرونس دو بريسيون انتر دو سيركل كونسيكوتيف. دونك هادي سيركل وهادي السيركل اللي تابعها كتسمى كونسيكوتيف يعني متواليه. شحال الفرق ديال الضغط بيناتهم؟ باش نحسب الفرق ديال الضغط غادي ندير 985 هادي كبيره ونقص منها صغيرة اللي هي 980 دونك الثانية هي 5 5 والونيتي ديال لا بريسيون توجور لا بريسيون اتموسفيريك هي 5 هكتو باسكال دونك كناخدو ديما الهكتو باسكال كومون لا بريسيون فاريي تيل لورسكون سيلواني دو سونتر دونك هذا كيتسمى السونتر المركز كيفاش بالنسبة لهاد لا زون دي لونتي سيكلون ا الانتيسيكلون هي A هادي كيفاش كيتغير الضغط من حد لهنا غادي كنبعدو على السونت غادي في هاد الاتجاه لاحظتو كان 100 كان 1035 ولا 1000 ولا 1020 سي كلاغ ولا 1020 راه حدو حد هنا هاد لازون هادي حتى حد هنا هاد لافالور محسوبة على هاد لازون هادي دونك ولا 1020 دونك غادي تينخفض دونك دي مينوت ينقص مزيان. La question B de cyclone, les WD, le cyclone avec sa dépression ou bien cyclone, qui veut que nous avons un trigger d'art, la token de 980 ou la 990, radi 1000, donc augmente, kertaf. C'est clair? Donc les réponses, ça va. Très bien. Indiquez sur le schéma par une flèche le sens du vent. Yani, على هاد الشيما هادي خصنا نبينو منحى الريح. حنا كما شفنا ان الريح كينتقل من منطقة ذات ضغط كينتقل من واحد المنطقة اللي فيها لا بريسيون مرتفع اوت بريسيون واحد المنطقة اللي فيها ضغط مرتفع اوت بريسيون الى منطقة اللي فيها ضغط منخفض dépression ou bien basse pression. Et le vent qui marche de cette zone à cette zone. Et d'abord, nous avons ces zones. Cette zone est faible, moins faible. Cette zone est faible, plus faible. Donc, le vent qui marche de cette zone qui est faible, moins faible, plus faible, vers la zone qui est faible. Donc, il va aller vers cette direction. C'est le sens. Attention, c'est bon. Il va aller vers cette direction. Même chose. بالنسبة للانتيسيكلون
غادي يمشي من منطقة دائما من منطقة ذات ضغط منخفض إلى منطقة آه من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضغط مرتفع منخفض عفوا. دونك شكون هي المنطقة اللي فيها ضغط مرتفع؟ دونك هذه فيها ضغط مرتفع وهذه فيها ضغط منخفض، إذا غيمشي في هذا الاتجاه، غادي في هذا الاتجاه، راح تسام إذا غيمشي في هذا الاتجاه، أو هكذا. هنا لا ميم شوز، غيمشي من عند جهة كبيرة اتجاه صغيرة. فوالا دونك هادو لي ريبونس ديال لا كيسيون دو. دونك جينا ندير لا باج التانية ديال لا لوسون التانية الأول عفوا. دونك اكزارسيس تكست اترو لير ات ان ميلون دو بليزيور. دونك حنا دابا وصلنا للصون الثاني اللي هو les propriétés de l'air et ses constitutions. Les propriétés de l'air et ses constitutions. يعني بعد خواص الهواء ومكوناته. Donc texte à trop يعني عندنا جمل فيها فراغات خصنا نملؤها. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Donc هذه صحيحة. الهواء هو واحد الخليط ديال واحد المجموعة من الغازات. C'est clair. Il contient environ دو ديوكسيجين. شحال هي نسبة الديوكسيجين في الهواء؟ هي 21% تخي بيان. اي دو ديازوت، شحال هي نسبة الديازوت في الهواء؟ هي 78% تخي بيان. اي دوطخ غاز، لي زوطخ غاز شحال النسبة ديالهم؟ هي 1%. دونك هذا لي ضابط لا لوسون ديالو مزيان، ما لقاش مشكلة تخي بيان. اون بو ديمينيو لو فوليوم d'une certaine quantité d'air car l'air est donc un indi la seringue yeah, mihqan ملي كنضغط على لو بيستون كنوصلو مثلا حتى كان هو هنا وغادي نوصلو انا حتى له سي كلير. دونك فهاد الحاله شنو كنكون درت علما اننا ديجا سادين هاد لوغيفيس هذا؟ شكون اش كنديرو فهاد الحاله؟ دونك فهاد الحاله كنصغرو الحجم. دونك الحجم شنو تيوقع له؟ ديميني. دونك اون بو ديميني لو فوليم، ملي كنصغرو لو فوليم دون سيغتان كونتيتي دار كار لير اي شنو كنقولو في هاد الحالة على لير؟ كنقولو انه كومبريسيبل يعني قابل للضغط. كومبريسيبل قابل للضغط. اون بو اوغمونتي لو فوليم دون سيغتان كونتيتي دار كار لير اي يعني نقدروا نكبروا الحجم. يعني في هذا لوكا غادي نجروا لو بيستون و غاتيرو لو بيستون. لو بيستون كان هنا غادي نحولو لهنا نجروا لو بيستون. دونك في هذه الحاله شنو درنا؟ كبرنا الحجم. دونك شنو كان دونك في هذه الحاله نقولوا ان لير اكسبونسيف تري بيان يعني قابل للتمدد. هنا الضغط وهنا التمدد très bien. Ensuite, à 25 degrés Celsius et ce une pression voisine de 1 bar, la masse d'un litre est environ la masse يعني ديال 1 لتر من الهواء et environ شفنا كيفاش نعبروا شدينا واحد الكره ونفخناها مزيان وعبرنا لا ماس ديالها ثم حيدنا منها 1 لتر ولينا عاود عبرناها ياك في الميزان وشفنا كيفاش حسبنا لاماس ولقينا ان لاماس ديال لتر واحد من الهواء هي شحال؟ هي 1.3 غرام. دونك لاماس ديال واحد لتر من الهواء اللي خديت قنينة فيها واحد لتر مملوءة بالهواء فيها واحد لتر يعني قنينة ديال واحد لتر مملوءة بالهواء اذا داك الهواء اللي في القنينة يقول الكتلة ديالو تكون هي 1.3 غرام خصناش نساوها ولكن في واحد لي كونديسيون اللي هما 25 دوغري سيليسيوس وواحد بار اللي هي تقريبا 1013 هكتو باسكال. لورسكون كومبريم دو لير سا ملي كنضغطو هنا اش كيوقع؟ سا اوغمون اي سا نو فاريي با. شنو هي الحاجه اللي ملي كن لوسكون كومبريم اللي كنضغطو على لو بيستون كنضغطو عليه وكنصغرو الحجم شنو هي الحاجه اللي كتكبر؟ سا
sa pression, يعني الضغط هو اللي يرتفع. Très bien, sa pression augmente. Et ça, si حاجة ne change pas, la masse, sa masse, donc, il y a بزاف الأخطاء. Sa masse ne varie pas. Donc, la masse ديال الهواء ما كتغيرش. علاش؟ لأننا في البداية حجزنا, on a emprisonné واحد la quantité d'air, حجزنا واحد الكمية ديال الهواء, وسدينا لو بيستون. دونك ملي غادي نضغطو واش غتزاد شي حاجة هنا؟ لا, ما عتزادش, لأن داك الهواء اللي كان غادي يبقى, لكن كنصغرو ليه الحجم. وملي غادي نجرو لو بيستون, لوغسكو نتير لو بيستون, غادي نكبرو الحجم فقط. دونك أما لا ماس نو شونج با, ما كتغيرش. لوغسكو ديتون دو لير, عندما نكبر الحجم ديال الهواء, لوغسكو ديتون, لوغسكو نتير لو بيستون, ملي كنجرو لو بيستون, شنو هو اللي تينقص لوغسكو نتير لو بيستون؟ يعني نجرو لو بيستون, شنو اللي تينقص؟ دوك لي بارامتر ديال الهواء, تينقص لا بريسيون. تري بيان, الضغط. اي سا نو فاريي با, دائما سا ماس هي لا ماس كي نو شونج با. اما بجوج لي كوندور, عندنا لا بريسيون وعندنا لو فوليوم وعندنا لا ماس. لا بريسيون كي تشونجا ولو فوليوم كي تشونجا, و لا ماس ما تتشونجاش ملي كنديرو كومبريسيون, ملي كنضغطو الهواء, او ملي كنديرو ليه لا ديتونت, يعني كنكبرو ليه الحجم ديالو. كون لير اي كومبريمي, لي ملي كنضغطو على الهواء سون اسباسي. دونك اش كيوقع دوك لي بارتيكول اللي تيكونو فيه؟ مثلا الا خدينا هنا ملي كان كومبريمي, لي بارتيكول كانوا مقاربين, سي كلير. لكن ملي غادي لوغسكو نتيغ لو بيستون, نلاحظ ان لي بارتيكول ولاو بيناتهم واحد ليسباس كبير. دونك سون لي كون لير اي كومبريمي لي بارتيكول, يعني دوك الجزيئات ديالو لي بارتيكول سون بلو. دابا لوغسكو كومبريم, عفوا, يعني ملي كنضغطوه, يعني هنا كنا هنا وجينا لهنا, العكس, يعني كانوا مبعدين ولاو مقاربين. سون موان اسباسي, موان اسباسي لو فوليوم اوكيبي بار لير. دونك في هذه الحاله لو فوليوم اوكيبي بار لير اي بلو, دونك لا بريسيون اي. دونك quand l'air est comprimé, ملي كنضغطو الهواء, les particules sont moins espacées, le volume occupé par l'air est plus petit, et qu'on serait, c'est clair, et qu'on serait, et donc la pression est augmente, ou bien diminue. Donc, on a comprimé, donc l'air est plus, le volume est conserveur, la pression va être plus, donc la pression augmente. Voilà, donc la pression augmente, le hajm qui sera au dard tikba. Très bien. Choisir la bonne réponse. L'air, نختار الجواب الصحيح. L'air n'a pas de volume propre. الهواء ليس له حجم خاص, يعني الإناء اللي كنديروه فيه كياخد الشكل ديالو. دونك سي فغي, n'a pas de forme propre, حتى الشكل ما عندوش شكل خاص. فغي, دونك هنا لو فوليوم ما عندوش حجم خاص, يعني نقدروا نغيروا ليه الحجم ديالو, وهنا الشكل نقدروا نغيروا ليه الشكل ديالو كذلك. اوكيب تو لو فوليوم كي لوي اي اوفير, يعني الا كان هو عندنا الهواء في واحد القنينة صغيرة وفتحنا ليه المجال انه يدخل في واحد المكان الكبير اللي هو هذا, دونك غادي يملأ لينا هذا المكان كامل. دونك هذه صحيحة, هو المعنى ديالها. نوكيب با تو لو فوليم كي لوي اي اوفير, دونك هذه خاطئة لان العكس ديال هذه. ايت ان كور بيور, جسم خالص, يعني فيه غير مكون واحد, خطأ. احنا شفنا سيت ان ميلونج فيه بزاف المكونات.
Ensuite, masse, volume et pression. Donc, on a la masse, on trouve la relation entre la masse, le volume et la pression. Adam enferme un certain volume, V0. Donc, Adam, واحد تلميذ, شد واحد المحقنة هذه وعمرها بالهواء على شكل وسد هذا المخرج ديال الهواء سدو باليد ديالو اي بوشي ليكستريميتي افيك سون دوا لا ماس دير اي ام 0 يعني الكتلة ديال الهواء في هذه الحالة الأولى اللي ملي عمر المحقنة وسدها هي ام 0 ولا بريسيون بي 0 ولو فوليوم هو في 0. Remplir le tableau à l'aide des signes égal, inférieur ou supérieur. يعني نعمروا الجدول هذا بهذه العلامات تساوي أصغر أو أكبر. دونك في البداية ملي أحمد ملأ المحقنة هاد الجزء من المحقنة بالهواء وسد هاد المخرج هذا لا ماس كانت هي ام 0 لو فوليوم كان هو في 0 البريسيون هو بي 0 احمد هنا شنو دار واش الا بوسي ولا الا تيغي لو بيستون الا تيغي لو بيستون يعني جر لو بيستون جرو في هذا لو سونس سي كلير دونك هنا شنو وقع شوف الحجم قداش كان هنا شوف شحال زاد تقريبا لاحظتوا شحال زاد الحجم كله الاضافه احمد دونك الحجم شنو وقع له في شنو وقع لها من هنا لهنا واش كبرات ولا صغرات دونك في هاد في واحد هادي غتكون كبر من في زيرو دونك في كبرات دونك في ان كبر من في زيرو ولا بريسيون هنا لا بريسيون كان في زيرو وهنا بي دونك حنا قلنا ملي كيكبر الحجم شنو كيوقع لا بريسيون كيصغر دونك هاد بي واحد هادي غتكون صغر من بي زيرو فوالا هنا احمد شنو دار او ادم الى بوسي لو بيستون ضغط على لو بيستون في هاد لو سونس سي كلير دونك الى ضغط عليه الحجم شنو غيوقع له لاحظتوا الحجم هنا غادي يصغر عندنا الحجم كان عندنا هو هذا اللي جينا افقيا لاحظتوا شحال صغار صغار بهذه القيمه هذه دونك في في 2 مقارنه مع في 0 غادي يكون اصغر دونك في 2 غيكون اصغر من في 0 و بي 2 لا بريسيون شنو كيوقع له هنا ديما البريسيون كتغير العكس الى لو فوليوم صغار لا بريسيون غيتزاد اوغمون ولا ماس قلنا لا ماس نو شونج با في جميع الحالات لاحظتوا معايا في جميع الحالات واخا كنضغطو واخا كنجرو لو بيستون لا ماس كتبقى هي هي نو شونج با ديما ام 0 كتساوي ام 1 كتساوي ام 2 لا ماس ما كتغير شنو اللي كتغير هو الضغط والحجم تري بيان دونك دوزو لي زيكزارسيس ديال لا باج 25 Donc Akram a représenté deux gaz enfermés dans des récipients séparés par un carton. Akram a juste les récipients, le récipient A2, le récipient A2. كل واحد فيه غاز هذا فيه واحد النوع ديال الغاز وهذا فيه واحد النوع اخر ديال الغاز غاز اخر لان كونتيان دو لير اي لوتر كونتيان دو ميثان يعني ان هذا الريسيبيون واحد من الجوج فيه الهواء والريسيبيون الثاني فيه الميثان اول كيسيون لو كيل دي دو ريسيبيون كونتيان لو ميثان كي اي انكور بور دونك قالوا لينا في هذا السؤال شكون هو دونك حنا عندنا جوج لي ريسيبيون عندنا الريسيبيون هذا الاول وعندنا هذا الريسيبيون الثاني شكون هو اللي فيه الميثان لان اكرم عنده جوج لي ريسيبيون هنا واحد فيه الهواء وواحد فيه الميثان دونك شكون هو اللي فيه الميثان واش هذا ولا هذا باش نعرفوه وقالوا لينا هنا ها باش تعرفوه راه سي ان كور بيور يعني هذا الميثان هذا راه كور بيغ جوستيفي با ريبونس
انت من بعد ما تجاوب خصك تعلل لينا الجواب ديالك. دونك بما انهم قالوا لنا ان هذا الميثان راه سيت ان كور بيغ، اذا كيتكون من بارتيكول واحد. اذا شكون هو الريسيبيون اللي فيه غير بارتيكول واحد؟ اذا هو هذا الريسيبيون دو فيه نفس هذا البارتيكول هذا. اما هنا كاين جوج لي بارتيكول ديفيرون، عندنا البارتيكول الاول والبارتيكول الثاني، دونك هذا سيت ان ميلونج وهذا سيت ان كور بيغ. Donc le méthane c'est dans le récipient 2. C'est clair? Donc le récipient 2. Où est fait le méthane? C'est clair? Car il contient un seul type de particules. C'est clair, il y en a fait une autre ouais, de les particules. Très bien. Que se passe-t-il lorsqu'on retire le carbone? Donc, Akram, on a fait une carton, mais bien, الريسيبيون هذا وهذا الريسيبيون اللي هي هذه اللي قطعت هذا الكارتون اللي داير احنا، سي كلير هي هذه. دونك داير ما بين هذا الريسيبيون هذا واحد قطعة ديال الكارتون. دابا ملي مطلوب منا ملي نحيدو حنا هذا الريسيبيون، ملي نحيدو هذا الكارتون هذا نحيدوه، الى حيدناه شنو غادي يوقع؟ C'est clair, que se passe-t-il lorsqu'on retire le carton? Donc, les deux corps se mélangent. C'est clair? Donc, les deux gaz se mélange. N'arrête pas le top jouche. C'est clair? Très bien. Quelle propriété des gaz est mise en évidence par cette expérience? Je n'aurais bien l'ina à karam m'khil la tujriba l'idée. Je n'aurais bien l'ina à karam m'khil la tujriba hadi. Donc, à d'avoir le mot men. هاد لا كيسيون 4 3. دونك اكرم بغيبين لينا ان من بعد ملي غنحيدو هاد الكارطون هادي، هاد الغاز غادي يطلع هاد الهواء اللي هو اللي هذا هو الهواء، والهواء غادي ينزل عنده لتحت. دونك بغيبين لينا ان لاغ سو ميلونج افيك لي غاز. سي كلير، بغيبين لينا ان الهواء تتخلط مع الغازات الاخرى. موديليزي ليطا فينال اوبتوني او بو دو كيلكو مينوت، يعني قال لك عطينا الحاله النهائيه ديال هاد من بعد واحد الدقائق، شنو غادي يوقع من بعد مرور واحد الدقائق؟ دونك عندنا الفلاكون الفوقاني هو هذا، والفلاكون التحتاني هو الفلاكون التحتاني هو هذا، والمجال مفتوح بيناتهم، حيدنا الكارطون. دونك غيتخلطو هادوك المثلثات، جزء منهم غادي ينزل لتحت، ولكن بنفس العدد. شحال عندنا من مثلث؟ جوج، ربعة، ستة، ثمانية. دونك عندنا ثمانية المثلثات، ربعة غادي يكونوا لتحت، نورمالمون عندنا عشرة، دونك خمسة يكونوا لتحت مثلا، وخمسة الفوق. ونورمالمون هاد الثمانية عندنا فيهم جوج حمرين، سي كلير. دونك واحد من الحمر غادي يكون الفوق وواحد من الحمر غادي يكون التحت، وهاد الزرقين غيكونو منهم ربعة الفوق، ثلاثة الزرقين يكونو ربعة الفوق وربعة وربعة التحت. دونك ديسان ترسموه مزيان. وهاد الكريات دو كاتر سيس ويت ديس، تحتها هما ديس.
دونك حتى هما ديت غيكونوا 5 هنا 5 لتحت و 5 للفوق. دونك هكا تكون لي طافينا الحالة النهائية ديال هذا الخليط غيكون على هذا الشكل. تري بيان. بلو او موان دار. دونك نبيل غونفل ان بالون. نبيل نفخ واحد الكرة بوي لو بيز من بعد وزنها نفخها مزيان ووزنها لقى القيمة هي هادي اي لو غونفل دافونتاج اي لو بيز انو ولا عاود زاد نفخها مزيان ولا قاص لها الكتلة ديالها. دونك شنو كتلاحظوا هنا عندنا 423.3 غرام هنا ولات 425.7 غرام. اذا لا ماس كبرات ودار الموديل. هذا هو الموديل الاول وهذا لو موديل الثاني ديال الهواء يعني في الكره. كيل ماس دير انترودوي دون لو بالون لور دو سكوند غونفلاج. شحال هي لا ماس ديال الهواء اللي زاد من بعد ملي عاود قفل الكره ملي عاود نفخ الكره. دونك لا ماس كانت هي 423 فاصلة ثلاثة ولات 425.7. إذن عندي 425.7 ونقص منها 423.3 سي كلير. دونك غتعطينا الريزولتا اون غرام. دونك حسبوا في لي كالكول وعطوني الريزولتا في لي كومونتير. تري بيان. اسوسيي ان شاك دي سيتياسيون document A, document B, la représentation particulière 1 ou 2 dessinée par Nabil. Justifie ta réponse. Donc, c'est le modèle, le corps de l'eau, qui est fait le hawa al dakhl. Lakin hadi fiha kimya aksar min al hawa, علاش لان الكتله ديالها كبيره. وزاد اصلا هو زاد يعني دخل فيها واحد الكميه اكبر من الهواء من بعد ما نفخها المره الثانيه. دونك شكون هو اللي غادي يكون الموديل هو مثلهم هنا مثل الكره الاولى عطانا النموذج ديال لي بارتيكول ديال الهواء ونفس الشيء هنا. دونك شكون هو اللي غيكون النموذج ديال الكره في الحاله الاولى وشكون هو اللي غيكون النموذج ديال الكره في الحاله الثانيه من بعد ما نفخها. دونك حنا قلنا الهواء في الكره الاولى غادي يكون قليل دونك هذا هو النموذج ديالو. في الكره الثانيه كاين الهواء كثير دونك هذا هو النموذج ديالو سي كلير. Donc, document, doc A, icon avec B, ou doc, document B, icon avec A, le modèle de A. Sachant que la masse d'une lettre d'air dans les conditions usuelles vaut 1,3 grammes, calculer la masse d'air contenue dans cette piscine. Donc, on a probablement besoin de quelque chose. Hein? دونك استسمح هاد لي ريبونس هادو ديال هاد السؤال جينوكس. دونك نرجع شويه. دونك اسوسيي ا شاكون دو دي سيتياسيون دونك ا دونك بي واش ديسان 1 ولا ديسان 2. دونك يكفي اننا نديرو هاد الاسم باش نبينو وندوزو لا كيسيون 6. اون بيسين اون بيسين غونفلاب يعني واحد بيسين كما تشوفوا هنا قابل للانتفاخ من فوق كونتيان 2300 لتر يعني السعه ديال الهواء اللي فيه الداخل اللي من فوق بها اللي في وسط منه ماشي الماء ديال الهواء اللي من فوق به هي 2300 لتر ديال الهواء. سيتي لي كونستيسيون ماجوريتير دو لير. شكون هما اول سؤال شكون هما لي كونستيسيون ماجوريتير ديال لير. عندنا جوج لي كونستيسيون عندنا دي اوكسجين
عندي اكسجين 21%، وعندنا ديازوت 78%. Ensuite, donner les propriétés de chacun des constituants majoritaires. D'abord, on va donner les proportions, yani les nisab. Il y a des expressions là. Donc, 21% de dioxygène et 78% de N2, il y a d'azote. Ensuite, sachant que la masse d'un litre, yani la masse, coûte la dire 1 litre, il y a 1,3 grammes. La masse d'air contenu dans cette piscine. Piscine, je fais 1 litre. Fait 1,300 litres. Donc, on a 1 litre, on a 1,3 grammes. Donc, 1,300 litres, je vais faire 1 gramme. Donc, la masse ديال 2300 لتر غادي تساوي هاد القيمة مضروبة في هادي، تساوي 1.3 مضروبة في 2300 مقسومة على 1، وهادي اللي كنسميوها الطريقة الثلاثية. إذا 1.3 القيمة ديال 1.3 مضروبة في 2300 وغتعطيونا القيمة هنا، وغتخرج لكم أون غرام، الوحدة ديالها بغرام. القيمة تكتبوها لنا في لي كومونتيغ. Très bien. Ensuite, nous avons les exercices de la leçon telle que les voies, les atomes et les molécules. Texte A3. Les atomes de droite, les molécules. On représente un atome par d'après la leçon, on représente l'atome par un symbole. On représente une molécule par une formule. La molécule a une formule chimique. Une formule chimique. L'acte le fac. L'atome a un symbole ou la molécule a une formule chimique. Une molécule est constituée par l'association. La molécule est l'association des A. Des atomes. Très bien. Les molécules d'un corps pur simple sont composées d'atomes. Donc, on a molécule simple ou on a molécule composée. On a chauffé les exemples. Donc, les molécules simples sont constituées par des atomes identiques. Identique. Cochez la bonne réponse. La molécule de dioxyde de carbone est formée de. Donc, on a la molécule, je vous ai dit, le dioxyde de carbone. Je n'ai pas la formule chimique du dioxyde de carbone, donc il est CO2. On a appelé le MZN. Dioxyde de carbone, c'est CO2. D'abord, on a la composition dialogue de rats. Il y a un atome d'oxygène, un atome de l'oxygène, et deux atomes de carbone. Je me suis dit qu'il y a deux rats de carbone et deux rats de l'oxygène. Il y a deux rats de l'oxygène, comme de carbone, comme vous voyez, il y a deux rats de l'oxygène. Donc, il y a un rat. On a coché la bonne réponse. Ça rejoint. Un atome de carbone et deux molécules de l'oxygène fait un atome de carbone et atome de carbone ou fait juste les molécules que l'on a admis.
دونك هذا حتى هو خط، لا هو فيه غير موليكول وحده ديال الديوكسيجين سي كلار. ان اتوم دو كربون اي دو اتوم دوكسيجين، دونك هذه صحيحه، فيه ان اتوم دو كربون اي دو اتوم دوكسيجين، دونك هذه هي لا بون بروبوزيسيون. La formule de dioxyde de carbone est, donc la formule d'oxyde de carbone qui me chenait, il y a CO2, ça n'est pas d'OMZ. La formule de méthane est, le méthane, la formule d'hier, il y a CH4. C, H, C carbone ou H de l'hydrogène, ou tête l'atome de l'hydrogène, on a 4, il y a 4 des atomes de l'hydrogène. C'est clair, il aimerait nous mettre le carbone que nous mettons par une boule noire, kbira. C'est clair. Ou l'hydrogène, 4, l'atome de l'eau là, le deuxième là, le troisième là, le quatrième là. Ou le modèle de la molécule de l'hydrogène. Très bien. Différencier atomes et molécules. Il y a une mise en ligne. اتوم اي موليكول. بدر دي قال بدر كو لي اتوم سون فورمي دو موليكول. بدر قال لك ان لي اتوم سون فورمي بار دي موليكول، ومصطفى افيرمي لو كونترير، ومصطفى قال لي كونترير. دونك بدر شنو قال؟ قال ان لي اتوم هما اللي كيتكونوا فورمي دو موليكول، هما كيتكونوا من لي موليكول. ومصطفى قال له العكس، قال له راه لي موليكول يعني هاد الجزيئات هما اللي كيتكونوا من لي زاتوم. دونك الى رجعنا هنا، هادي سي اش 4 هادي موليكول، مناش كتكون؟ كتكون من لي زاتوم. دونك مصطفى هو اللي عنده لا ريبونس صحيح، سي كلير. دونك مصطفى هو اللي عنده لا بون ريبونس. تري بيان، كي يا ريزون، دونك سولوي كي يا ريزون سي مصطفى. ازوت او ديازوت، واش ازوت او ديازوت؟ لوكيل ديسين اون موليكول كو ديسين لوتر. عندنا ازوت، انا في لا كيسيون شكون اللي كيكون، شكون لي موليكول؟ واش الازوت ولا الديازوت؟ دونك ديازوت هو لا موليكول، دونك لا موليكول سي لو ديازوت. دي D-I-A-Z-O-T-E diazote qui dessine l'autre atome. Donc il y a un diazote atome, molécule, l'azote atome, c'est clair. Donc diazote abrimzienne ou N2 ou avec la constitution majoritaire qui est la même chose que l'azote ou l'azote ou N. Azote ou N. Ensuite, formule chimique. Écrire la formule chimique de l'aide des molécules. Il y a méthane, hydrogène, hydrogène, du diazote, diazote, monoxyde, monoxyde de carbone, de l'eau. Donc, le méthane. يلا شفنا لا فورمول كيميك ديالو من قبل، هي سي اش 4. الهيدروجين، الهيدروجين سي ان اتوم، دونك سي اش سي با زون موليكول، دونك الهيدروجين سي ان اتوم. ديازوت ان 2، يلا شفنا لا موليكول ديالو حتى هو. المونوكسيد سي او، سي او سي او يعني ذره الكربون، ذره الهيدروجين، ذره الاكسجين، كيعطيونا المونوكسيد دو كربون دو لو. الماء لا فورمول كيميك ديالو هي اش 2 او. ما نبغيش شي واحد ابتداء من اليوم ما يكونش عارف لا فورمول كيميك ديال الماء. الماء اللي كنستعملوه يوميا، كنشربوه، مفيد للصحه. اذا الماء لا فورمول كيميك ديالو اش 2 او. سامبول او فورمول، دونك قلنا ان السامبول كنستعملوه بالنسبه للاتوم، والفورمول كنستعملوه بالنسبه للذره. تري بيان، on donne c'est du sceau des symboles d'atomes et des formules de molécules. Quelles sont les formules des molécules? Donc attends, on a une mouche de romans fihum les molécules ou fihum les atomes. Donc je connais les molécules, on va les mettre maintenant.
Donc, H2S, c'est des molécules, il ne fait juste les atomes mortels ou c'est des molécules, like une molécule simple, il y a juste les atomes d'azote, c'est des atomes, donc c'est des molécules, c'est des molécules, c'est des atomes, il ne fait pas de la هذا حتى هو موليكيول لان فيه جوج ذرات، هذا موليكيول لان فيه مجموعة من الذرات 4 زائد 10 هي 14، وهذا اتوم لان فيه ذرة واحدة، وهذا موليكيول لان فيه جوج ذرات مختلفين، ذرة فيها واحد وذرة فيها ثلاثة، وهذا حتى هو موليكيول لان فيه جوج ذرات اللي هو المونوكسيد. دونك لي موليكيول هما هادو اللي تحت منهم خط احمر. Ensuite, reconnaître les représentations des molécules dans le modèle. Voici comment on représente certains atomes. Donc, l'aglo. Donc, l'hydrogène a une boule, l'on dirait blanche, abiyad. L'oxygène, hamra. Le carbone, kahla. L'azote, zarqa. Ou le chlore, une boule qui est verte. Je vais vous dire que le chlore est plus grand que les autres. Donc, l'atome de l'eau est plus grand. L'oxygène est plus grand. Le carbone est plus grand que l'oxygène. L'azote est plus grand que l'eau. Ou le chlore est plus grand que l'eau. C'est clair? Très bien. Donc, nous allons commencer l'exercice. Appelons maintenant à les modules. دونك الي دو طابلو اللي شفنا طابلو اللي شفنا ترجع الفيديو شويه وترجع تلقاه كومبليتي لو طابلو سويفون دونك عندنا هاد الموديل هذا الموديل عطاوني دابا لو موديل موليكولير وقال لك نعطي لو نو دو لا موليكول هاد الموليكول شنو فيها فيها جوست لي زاتوم بلونش فيها جوست لي زاتوم عندهم لون ابيض دونك الا كانوا جوست لي زاتوم بلونش دونك شكون هو الاتوم البيضاء شكون هي دونك الاتوم البيضاء هي الهيدروجين لكن احنا عندنا جوج دونك جوج غنقول دي هيدروجين دائما ملي تكون جوج كنزيد قدام لو نو ولا لو سامبول ديال لاطوم كنزيد قدامو هذا الحرف جو دي اللي كيعني جوج دي هيدروجين يعني جوج ديال الهيدروجين فورميل شيميك لا فورميل شيميك اذا هي الهيدروجين لاطوم هي الهيدروجين شحال عندنا اتوم ديال الهيدروجين عندنا جوج غنكتب هنا في الانديس ديال التحت جوج سي كلير Très bien. L'atome verte. La couleur verte. Donc, khadra. Donc, je vais vous montrer la table de Kankumil. L'akhdar, vous dites, dit le chlore. L'atome dit le chlore. Donc, l'atome dit le chlore. On a parlé le nom. Donc, il y a un dit, juge, dit le chlore. Deux chlore. Juge, deux atomes, il y a le ديال الكلور كما شفنا مع الهيدروجين دونك كيفاش غنكتبها غنكتبها سي لان الرمز ديال لاطوم ديال الكلور هو الرمز ديال لاطوم ديال الكلور وكذا ما نشوفوهاش هو سي غون سي بوتي ال وغندير جوج هنا تحتها لان هادي موليكول سي كلير مايمكنش تكتب جوج هنا جوج لي زاتوم هادي راه موليكول دونك الكتابة خاطئة تخي بيان دونك هادي عندنا فيها اون بول نواغ اللي هي الكربون و كاتر بول بلونش اللي هما ديال الهيدروجين عرفنا ان الهيدروجين عنده اللون الابيض سي كلار دونك هنا شحال عندنا من اتوم ديال الهيدروجين عندي 4 شحال عندنا من اتوم ديال الكربون عندي وحده وهذا داز معنا في لوسون هو الميثان سي كلير دونك شنو هي لا فورمول الشيميك ديالو هي سي عندي وحده ديال الكربون ومعها الهيدروجين لكن عندي 4 ديال الهيدروجين دونك نكتب 4 لتحت سي كلير طيب ندوزو لهاد لا موليكول هادي هادي عندنا اون بول بلو في الوسط و اونتوري بار trois boules blanches donc blanche l'hydrogène ou bleu azote
azote. Donc, هاد لا مولكيول كتسمى امونياك. صحيح؟ امونياك. سي كلير؟ كتسمى لا مولكيول دو لامونياك اللي لا فورمي الشيميك ديالها شحال فيها ديال الازوت؟ فيها وحده ديال الازوت كتساوي ان. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها 3. دونك غنديرو اش اش 3. دونك هادي هي لا مولكيول دو لامونياك ان اش 3. ان هنا عندنا جوج لي بول بلو. دونك بلو ازوت سي كلير. دونك هذا يكون ديا ديازوت لا فورمول الشيميك ديالها ديال لاطوم وحده هي ان. وبما انه جوج غنديرو جوج هنا سي كلير. تري بيان. Ensuite, boisson et formule chimique. Donc, je vais me rebattre. Pour la formule chimique d'ion, voici les noms des produits chimiques contenus dans des boissons et la formule de leurs molécules. Donc, on a le caféine, le café, le café. La formule chimique d'ailleurs est celle-ci. وعندنا لاسيد سيتريك اللي كاين في ليموناد. الليموناد اللي كنشربو لا فورمول الشيميك ديالو هي هادي. وعندنا ليمونين اللي كاين في جو دورونج كاين في العصير ديال الليمون لا فورمول الشيميك ديالو هي هادي. وعندنا لاكتوز اللي كاين في الحليب لا فورمول الشيميك ديالو هي هادي. سي كلير. تري بيان. دابا شنو مطلوب منا؟ بريسيزي لا كومبوزيسيون، يعني نعطيو التركيبه ديال لي زاتوم ديال كل موليكول. اون انديكون لا ناتور اي لو نون لو نومبر دو شاك atom. Préciser la composition de chaque molécule ou le nombre. Donc, la molécule, nous allons faire carbone. Faire carbone, à la composition, nous allons faire l'hydrogène. Hydrogène. Nous allons faire هيد روجين وفيها الازوت ان ازوت وفيها او اوكسجين. دونك حنا عرفنا دابا لا ديكومبوزيسيون. شحال فيها ديال الكربون؟ شحال فيها من وحده ديال الكربون؟ فيها 8. شحال فيها من اتوم ديال الهيدروجين؟ فيها 10. شحال فيها من اتوم ديال الازوت؟ فيها 4. شحال فيها من اتوم ديال الاكسجين؟ 2. هكا حنا نكونو سالينا لا كيسيون. ليموناد شنو فيها؟ نفس الشيء، فيها الكربون وفيها الهيدروجين وفيها الأكسجين. كتبو شحال فيها ديال الكربون؟ 6. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ 8. شحال فيها ديال الأكسجين؟ 7. هاهي 7. فوالا. أونسويت لاطوم عفوا أو بيان لا موليكول، هادي لا موليكول ديال ليمونين فيها الكربون وفيها الهيدروجين. ها الكربون ها الهيدروجين. شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 10. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها 16. طيب ندوزو لهاد لا موليكول هادي فيها 3 ديال لي زاتوم، فيها الكربون والهيدروجين والاكسجين. شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 12. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها 22. شحال فيها ديال او؟ فيها 11. سي كلير. دونك لاكتوز هو داك السكر اللي كاين في الحليب، ديك الحلاوه اللي كاين في الحليب. تري بيان. ليدروكاربور الهيدروكربورات. ليدروكاربور سون دي كومبوزي كي نو كونتيان كو لي زاتوم دو كربون اي ديدروجين. دونك هاد الهيدروكربورات هما دوك لي موليكول، دوك الجزيئات اللي فيهم فقط الكربون والهيدروجين، ما فيهمش شي حاجه اخرى. فواسي دو موليكول Voici deux modèles, juste les modèles, les molécules d'un type d'hydrocarbure. Je vais vous juste un noir. Mais l'hydrocarbure, c'est une idée. Vous voyez, on va vous juste un namadish. Un namadish le premier ou un namadish le second. Écrire la formule chimique de chaque molécule. Là, maintenant, c'est la formule chimique de chaque molécule. Donc, la molécule l'oula, c'est شحال فيها من اتوم نوار؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. إذن فيها نوار هو الكربون،
دونك فيها الكربون، 4 ديال الكربون. شحال فيها البيضين؟ فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفيها 10 بيضين اللي هما 10 ديال الهيدروجين. اذا فيها الكربون 4 فيها 10 ديال الهيدروجين. الثانية شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 3 ديال الكربون. شحال فيها ديال الاكسجين الهيدروجين البيضين؟ دونك 3 و 2 هي 5، 3 هي 8. اذا فيها 8 ديال الهيدروجين. Les hydrocarbures sont-ils des corps simples ou composés? Pour chaque des corps simples, les simples bases, là, sont composés. Les composés, il n'y a que toutes les molécules qui ont fait deux atomes différents, fait le carbone et l'hydrogène. Quand on fait un carbone pour une seule, on dit qu'il est simple, mais qu'il fait deux atomes différents. Pour l'atome, il y a un nombre de moyens de l'adresse. Proposer une formule générale de ce type d'hydrocarbure. يعني قال لك عطي واحد فورمول كتابه او هاد الصيغه غادي نكتبوها بالنسبه لكاع لي هيدرو كاربون. دونك انا نبدا معكم من الاول باش تفهم. دونك اول هيدرو كاربون عندنا هو السي اش كار، وعندنا يعني هذا فيه كربون وحده واربعه ديال الهيدروجين. وعندنا الثاني عندنا السي 2 وفيه H 6، والثالث سي 3 هو هذا اللي عندنا H 8، والرابع سي 4 H 10، والخامس سي 10 H عفوا H 22. عندها وصلنا ل 10 عفوا تسمح. دونك سي سي 5 H 12. ونبقاو غادا هكا حتى خصنا نوصلو لواحد السي اللي مطلوبة منا حنا نكتبوها، هي لا فورميل جينيرال اللي نبقاو نعوضو فيها ونلقاو أي حاجة من هاد. دونك لاحظتو هنا السي، نقارنو العدد ديال السي مع هاد العدد هاد، نجيو لهاد. إلا كانوا في هادي جوج شحال تيكونو في هاد؟ 6. ولا كانوا هادي 3 شحال تيكونوا هنا؟ 8. ولا كانوا هنا 4 شحال تيكونوا هنا؟ 10. الا كانوا هادو 5 شحال تيكونوا هنا؟ 12. اذا نسميو هاد العدد هذا اللي كاين في الكربون نسميوه ان، العدد اللي كاين في الكربون نسميوه ان. الا سمينا العدد اللي في الكربون ان وبغينا نحصلوا على هاد العدد هذا من خلال ان، شنو غنديروا؟ دونك هنا عندنا جوج، شنو هو العدد اللي كيربط ان مع هاد العدد 6؟ دونك الا شدينا شنو العدد اللي كيربط جوج مع 6؟ هو جوج في جوج 4 زائد جوج. اذا اللي درنا هنا جوج ان زائد جوج غادي نلقاو هاد النتيجة دائما شوية. دونك هاد 6 6 كتساوي هي جوج مضروبة في جوج زائد جوج. إذا جوج جوج هي 4 زائد جوج، النتيجة هي 6. إذا حنا هاد جوج سميناها ان، دونك بالنسبة لينا هاد جوج هي هاد ان هادي. دونك ممكن نكتبوها جي هي جوج ان زائد جوج، دونك هكا نكتبو 6. إذا ان دونك ليكريتور جينيرال غتكون هي سي ان اش 2n بلس 2. دونك هنا فوق ما بغيت نعوض باي عدد غادي نلقى ليه الهيدروكربون ديالي مباشره. نعطيو مثال، مثلا الا قلت لك انا ان عفوا ان ايتيغال 2، قلت لك ان ايتيغال ان ايتيغال 2، العوض تي ان هنا بدو تولي هي سي 2 اش جوج جوج هي 4 زائد جوج هي 6. اذا حنا دابا باش من هيدرو كاربون كنهضروا عليه، اذا كنهضروا على هذا. الا قلت لك ان كتساوي 3 عندي هنا 3، 3 في جوج هي 6 زائد جوج هي 8. دونك حنا كنهضروا على هذا. قلت لك ان كتساوي 100 غتكتب هنا 100، وغادير اش غادير 100 مضروب في جوج هي 200 زائد جوج هي 200 وجوج. دونك الهيدروجين خصو تكون فيه 200 وجوج.
Ça fait? Donc, écrire, donc, elle est écrire la formule chimique d'un hydrocarbure de même type constitué de 6 atomes de carbone. Ah, donc, nous devons attendre 6 atomes de carbone, donc NH6. Donc, le bret H6 12 هي لا فورمول شيميك ديال هذا الهيدروكربون اللي عنده 6 اتوم ديال الكربون. وانا نقول لكم حسبوا لي واحد الهيدروكربون اللي عنده 48 اتوم ديال الكربون، وعطوني الريزلت في لي كومونتير. يلا شحال يكون الهيدروجين عندي. Ensuite donc les conditions, la leçon d'elle, la combustion, l'ihtiraq. Donc, je complète, compléter les phrases, compléter les phrases en utilisant les mots air, dioxyde de carbone, dioxygène, brûle, combustible, combérant, complète, incomplète. Le carbone plus vivement dans le. Donc, le carbone brûle. Qu'est-ce dans le dioxygène. Donc, on a le dioxygène. Que dans l'air. Il y a le carbone qui est absorbé. Fait le dioxygène, le tunnel d'oxygène, axarmina, l'hawa. Très bien. Le carbone est le. Et le dioxygène est le. Donc le carbone est le combustible. Et bien, le combustible, le jisme qui est le carbone ou le dioxygène, ou le combérant. Ou le jisme qui est le combérant ou le jisme qui est. Ensuite, la combustion de carbone dans le dioxygène produit le hitraq, le carbone fi. Dioxygène, je kintej aleh, kintej aleh dioxyde de carbone, kintej aleh tunaa'i oxyde al carbone. Une combustion est si le dioxygène est en quantité suffisante. Donc, il y a une quantité de dioxygène kafia katkoun kikoun l'ihtiraq complète, kikoun kamel. Très bien. Une combustion est incomplète si la quantité de l'oxygène est insuffisante. Il y a quand même l'oxygène réel qui est le cas. C'est qu'on est incomplète. C'est qu'on est réel cas, réel cas. La question 2, le dioxygène dans une combustion répondre par vrai ou faux. Je vous. Tunnel d'oxygène, voilà, etc. Dans une combustion, le dioxygène est toujours nécessaire. Et le combustible, donc c'est faux. Et le combérant, c'est vrai, le combérant ou le muhriq, est un produit faux. Je vois qu'il n'y a pas l'ihtiraq, il n'y a pas l'ihtiraq. Très bien. Ensuite, combustion complète ou incomplète. Hitara kamil ou ghayr kamil. Nous chauffons une mixe ou une anouade l'ihtiraqat. Choisir là où les bonnes réponses. La combustion complète de butane produit de carbone et de dioxyde de carbone. La combustion complète, hitara kamil, de butane, le C4H10. Qui a produit qui le carbone C ou le dioxyde de carbone. Fakat. Donc, elle dit faux, même que je t'exerce. Il y a un dioxyde de carbone. La combustion incomplète de butane produit de l'eau et de dioxyde de carbone. Et d'autres, la combustion incomplète, qui a الماء وكنتجعل ديوكسيد دو كربون وكنتجعل حتى الكربون وعاد المونوكسيد. لي كومبيسيون كومبليت اي انكومبليت دو ميثان دون لي ميم برودوي. خطا.
لا كومبيسيون يعني قال لك هنا في هاد لا كيسيون هذا ان الاحتراق ديال البيوتان سواء الكامل سواء الغير كامل كينتجو عليه نفس النواتج. حنا شفنا في الدرس ان هناك نواتج مختلفه. لي كومبيسيون كومبليت اي انكومبليت نيسيسير دو ديوكسيجين فغي. دونك هادي هي اللي صحيحه، ان سواء الاحتراق الكامل ديال البيوتان سواء الاحتراق الغير كامل ضروري خصو يكون ديوكسيجين، ميمكنش يكون احتراق الا ما كانش ديوكسيجين. ايدونتيفيكاسيون ديال برودوي ريبوندر بار فغي او فو لور دون كومبيسيون او ايدونتيفي لور دون كومبيسيون اون ايدونتيفي يعني خلال واحد الاحتراق سنميز لو غراس على بودر دو سولفات دو كويفر كي دوفيان بلو اون سا بريزونس. يعني في واحد الاحتراق باش كنعرفوا انه نتج الماء تري بيان كنعرفوا سوا دوك القطرات اللي تيظهروا لنا فوق داك الغيسيبيون دوك القطرات الزرقين اللي كيظهروا تحت هاد الغيسيبيون ولا كنعرفوه بلو سولفات دو كويفر. شنو هو لو سولفات دو كويفر؟ هو واحد لو سولفات دو كويفر هو واحد المسحوق ابيض، واحد المسحوق ابيض. وان الا كان الماء ملي كنضيفو ليه واحد الجسم فيه الماء ضفنا ليه واحد اللي حطينا على هاد السلفات دو كويفر واحد الجسم فيه الماء هذاك الجسم تيولي ازرق. دونك لو سولفات دو كويفر تيولي ازرق افيك لا بريزونس دو لو. دونك هادي سي فري. L'eau grâce à la vapeur déposée sur une soucoupe, يعني كذلك كنميزو الماء بهذاك الفابور هاد القطرات اللي كيظهروا في داك السكوب حتى هي فغي. كنا عندنا جوج طرق، سوا لو سولفات دو كويفر كي دوفيان بلو سوا دوك القطرات. لو ديوكسيد دو كربون غراس ا لو دو شو كي تخوب ان سا بريزونس. نعم كنعرفو الديوكسيد دو كربون انه كاين بارمي دوك لي برودوي دو لا كومبيسيون غراس دو لو دو شو اللي هو ماء الجير. دونك هادي فغي حتى هادي فغي حتى هادي تري بيان. لو ديوكسيد دو كربون غراس ا لا ديتوناسيون كيل دون ان بريزونس دون فلام. دونك سي فو لو ديوكسيد دو كربون كنعرفوه بلو دو شو اللي هو ماء الجير. كونديسيون دو ميثان يعني احتراق الميثان on schématise les bilans des combustions de méthane dans l'air par les documents 1 et 2. يعني عندنا واحد الاحتراق ديال الميثان وكيمثلوه بهاد هاد جوج لي دوكيمون الاول والثاني. دونك عندنا الميثان بلس الديوكسيجين كيعطينا الماء زائد ديوكسيد دو كربون زائد الكربون زائد المونوكسيد دو كربون، وعندنا الماء عندنا الميثان زائد ديوكسيجين كيعطينا الماء زائد ديوكسيد دو كربون. Donc les questions, quel est parmi ces deux bilans celui qui correspond à la combustion complète? Donc dans la combustion lourde, la combustion tenue, je vous dis l'extérieur de l'éthane, là qui l'extérieur lourd, je lui ai donné l'extérieur tenue, je lui ai donné et celui qui correspond à la combustion incomplète. Et donc je connais là l'extérieur complet, je connais l'extérieur complet. Je fais un extérieur complet. كيكونوا فيه سولمون دو برودوي شكون هما لو اي لو ديوكسيد دو كربون. دونك الاحتراق الكامل كومبلي هو دو دو لا كومبيسيون كومبليت سي دو لا كومبيسيون ان كومبليت سي ان دوكيمون ان. دوني لا ريزون بور لاكيل لون دو سي كومبيسيون اي ان كومبليت. شو السبب اللي خلانا نقولوا ان هذا هو ان كومبليت؟ كار اليا 4 برودوي اللي سيكون عندنا اكثر من جوج النواتج كنعرفوا ان لا كومبيسيون راها ان كومبليت سي كلير لان عندنا 4 نواتج 4 برودوي. بريسيزي بور شاكون دي دو سي ترانسفورماسيون ليتا انيسيال اي ليتا فينال اون بريسيزون لو كومبيسيبل لو كومبيرون اي لي برودوي دو شاك كومبيسيون. Donc, faire les deux combustions.
فين هي الحالة البدئية والحالة النهائية ديال لاكومبيسيون؟ دونك هذه ليطا انيسيال، الحالة البدئية، ايطا انيسيال، وهذه ايطا فينال، يعني الحالة النهائية ليطا فينال. لا ميم شوز هنا، ايطا انيسيال، وهذه ايطا فينال. شكون هو لو كومبيستيبل؟ شكون هو الجسم اللي كيتحرق؟ شكون هو الجسم اللي كيحرق؟ دونك لو كومبيستيبل توجور هو الميثان، اي لو كومبيرون هو لو دي اوكسيجين. لا ميم شوز هنا، لو كومبيستيبل هو الميثان و لو كومبيرون هو دي اوكسيجين. شكون هما لي برودوي؟ لي برودوي في هاد لوكا هما الماء زائد ديوكسيد دو كربون سي او 2 زائد الكربون زائد المونوكسيد دو كربون. وهنا لي برودوي في لا كومبيسيون الثاني هو لو زائد ديوكسيد دو كربون. دونك فوالا انديكي لو دونجي دو لا كومبيسيون. شنو هو لو دونجي دو لا كومبيسيون انكومبليت؟ لاحظتوا ان في لا كومبيسيون انكومبليت هادي كينتج لينا لو مونوكسيد دو كربون. دونك سي لو مونوكسيد دو كربون هنا نكتبوا لو دونجي هو le monoxyde de carbone. Oh. Donc, le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique. C'est un gaz toxique, yani gaz sain. C'est clair. Donc, l'extérieur de l'air qui est généré dans le gaz toxique, c'est le monoxyde de carbone. Ensuite, la combustion de bois, احتراق الخشب. ناخذ on réalise de la combustion de bois dans هاد الشكل الاول وهاد الشكل الثاني. دونك هنا في الاير وهنا غير في الديوكسيجين، عرفتوا الاكسجين الاحتراق اللي غنديروا هنا ديال الخشب، قطعه ديال الخشب غنحرق نحرقوا هنا في الديوكسيجين فقط. اما هنا في الاير في الهواء، الهواء الاير فيه ديوكسيجين وفيه دوطخ، فيه ديازوت، راه عارف البورسونتاج ديال كل واحد منهم. دونك لي كومبيسيون 1 اي 2 سون تيل دي ترانسفورماسيون فيزيك او شيميك جوستيفي. هذا الاحتراق الاول والثاني واش هو تحول فيزيائي او تحول كيميائي؟ دونك كاع لي كومبيسيون، كاع لي كومبيسيون سو سون دي ترانسفورماسيون شيميك. Donc, ce sont des transformations chimiques. C'est clair. Pourquoi? Car il y a un nouveau produit. C'est clair. Il y a un nouveau produit. C'est clair. Nouveau produit. La question 6.2, décrire la différence entre les deux combustions. Yani, ça a été le fait que nous avons la combustion de l'air ou la combustion de l'oxygène. Donc, là, on a la combustion qui est fait de fumée noire, qui est de la soude, ou la flamme bleue, normalement, on a la combustion complète, ou on a la flamme, ou qui a la flamme jaune, ou qui a dépôt noir. Donc, parmi les différences, dépôt noir, on a dépôt noir, ou la fumée noire, on a un souhait, on a l'absence, une rièvre de fumée noire, ou une flamme bleue. Très bien. Faire un schéma, ou bien avant, 3, 6, 3, à quoi est due cette différence entre les deux combustions? شنو اللي ادى الى هذا الفرق اللي تحدثنا عليه هنا؟ السبب ديالو هو لا كونتيتي دو ديوكسيجين، يعني ديال او 2، كميه ديال ديوكسيجين، يعني كميه ثنائي الاكسجين. هنا لا كونتيتي دو ديوكسيجين سوفيزون، كاينه كميه كبيره ديال ثنائي الاكسجين، وهنا لا كونتيتي دو اوكسيجين انسيفيزونت، كميه قليله. سي كلير تري بيان. انسويت فير ان شيما ديكريفون لو بيلون
de chaque condition en précisant le combustible, le comburant et le produit de la transformation. Ou bien les produits de la transformation. Donc, schéma l'oula. Je connais le combustible. Combustible. Le combustible ou le bois. Le comburant ou l'air. Ou les produits. Quels sont les produits de la combustion? On a l'eau, on a le dioxyde de carbone, les voies CO2. On reconnaîtra le monoxyde CO, on reconnaîtra le carbone C. On a un dépôt noir. Et là, je connais le combustible, le bois, le comburant, le dioxygène. فقط لأننا هنا عندنا الهواء كامل المكونات ديالو هنا عندنا فقط ديوكسيجين شنو كينتج على هاد لا كومبيسيون كينتج عليها لو طبيعة الحال وكينتج عليها لو ديوكسيد دو كربون سي او او 2 سي كلير دونك هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون 6-4 لا كيسيون 7 او بيان ليكزارسيس 7 لا كومبيسيون دو بروبان احتراق البروبان Le propane est un gaz, donc un gaz utilisé comme combustible quand c'est pour les brûleurs de montgolfière. Donc, quel est l'autre réactif? Donc, le butane ou le combustible ou le gaz liquide tchak. Donc, je connais le gaz tchak. Je connais le réactif tchak. Je connais le dioxygène. Ensuite, quelle est la couleur de la flamme au niveau de brûleur? Là, au niveau de la bouteille, qu'est-ce que je vais dire avec la couleur de la flamme? Je vais dire bleu. C'est clair, la couleur est bleue. Sachant que les produits de la combustion de propane sont identiques à ceux de la combustion de butane complète. Yani, la combustion de propane, c'est identique, donc les produits qui sont la combustion de butane, C4H10. Complétez le schéma. Donc le combustible avec une voie propane ou le comburant avec une voie d'oxygène. Ou les produits avec l'eau ou avec le dioxyde de carbone. Voilà. Donc, le propane est utilisé également pour alimenter les brûleurs de cuisinière, يعني كنستعملو حتى هو بحال داك في البوطاغاز ديال الدار le réglage défectueux d'un brûleur peut entraîner l'apparition de flammes jaunes et des traces noires se forment sur les casseroles. Donc هنا ملي استعملنا داك الغاز ديال البوطان في الدار لاحظنا واحد لا فلام جون واحد الشعله صفراء ولاحظنا واحد لي تراس واحد السواد على المقلاه اللي كنقليو فيها مثلا السمك كيل لا ريزون دو سيت موفيز كومبيسيون شنو السبب ديال ديك الشعله الصفراء وداك الديبو نوار ديك الطبقه السوداء اللي ظهرت لنا على الانيه ديالنا دونك هو لا كونتيتي Là, B, peut-il y avoir un danger au cours de cette combustion? Explique. Donc, vous regardez, il n'y a pas de danger de la combustion. Oui, oui. Expliquez, Alèche. Car il y a parmi les produits le monoxyde de carbone, CO, NCO, qui est la combustion incomplète.
سي كلير تري بيان لان هنا حتى راه عندنا في واحد لا كونتيتي انسيفيزونت دونك عتج لو مونوكسيد دو كربون وبالتالي هاد لا كومبيسيون غتكون دونجي بور لا سونتي تري بيان دونك ندوزو les exercices ديال la transformation physique et la transformation chimique ou bien la réaction chimique. Je complète compléter les phrases en utilisant les mots dioxyde de carbone, molécule, atome, combustion, transformation physique, transformation chimique, réaction chimique, équation de réaction, modèle. Donc, au cours de la combustion, au cours de la combustion, au cours de la combustion de carbone, on a fait l'électérat, le carbone. Un de carbone réagit. Un atome de carbone réagit avec quoi? Avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone. Donc, l'atome de l'oxygène, atome de carbone, qui fait juste les atomes de l'oxygène, les molécules de dioxygène. Ok, on a CO2, ça se trouve la combustion. Atome de carbone qui fait la molécule de dioxygène, qui fait un CO2. La et le associé à la. Donc, la réaction chimique et le modèle associé à la transformation chimique, l'écriture symbolique de la réaction chimique est appelée équation, très bien, est appelée équation, équation de la réaction. Au cours d'une transformation physique, les molécules, les molécules sont conservées. Voilà la transformation physique, les molécules qui connaissent le bidet qui offrent une transformation physique, au cours d'une transformation chimique, les molécules. Les molécules ne sont pas conservées. L'axe, tafa'ul, kimiaï. Les molécules, les sucres bidaïa, mais j'ai les molécules, les sucres niaï. Très bien. Caractériser une transformation. Répondre par vrai ou faux. Dans une transformation chimique, il y a disparition de la matière. Donc, c'est faux. واحد التفاعل ما كتختفيش المادة بصفة عامة وإنما كتكون في واحد ليطا إنيسيال وكتولي واحد ليطا فينال سي كلير المادة ما كتختفيش وإنما كتحول دونز اون ترانسفورماسيون شيميك إليا ديسباريسيون دي رياكتيف دونك في واحد التفاعل كيميائي تيختفي ولي رياكتيف تيكون عندنا واحد الرياكتيف أ بلس بي تيعطيونا واحد الرياكتيف جداد تيعطيونا سي بلس دي دونك هادو تيختفوا وكيعطيونا شي حاجه جديده دونك هادي سي فري dans une réaction chimique l'un des réactifs est toujours le dioxygène très bien donc dans une réaction chimique l'un des réactifs est toujours le dioxygène donc le dioxygène دي من هو لو رياكتيف في لي كومبيسيون حتى رقد اما بالنسبه لكاع لي رياكسيون شيميك دائما الديوكسيجين هو لان دي رياكتيف هادي سي فو C'est clair, l'anneau glime, c'est fait un. Une transformation chimique est le modèle associé à la réaction chimique. Une transformation chimique est le modèle
associé à la réaction chimique, donc s'il faut l'ex. Donc une réaction chimique est le modèle associé à la transformation. X direct. L'équation de la réaction chimique indique le sens de transformation. Vrai, avec la flèche qui est on obtient des produits par transformation physique ou une transformation chimique. S'il faut, on va obtenir des نواتج سواء كان تحول فيزيائي او كيميائي. نحصل على النواتج فقط في التحول الكيميائي. اما في التحول الفيزيائي راه دوك المواد اللي تكون في البدايه هما اللي كيبقاو في النهايه. Très bien, transformation physique et transformation chimique. Choisissez là où les bonnes réponses. Dans une transformation chimique, les réactifs ne sont pas conservés. C'est vrai. Il faut un تفاعل كيميائي. هذوك المواد اللي تكون عندنا في البدايه متفاعلات لي رياكتيف ما تيبقاوش وتعطيونا شي حاجه جديده ما تنحافظوش لو كونسيرف با. Dans une transformation chimique, les atomes différents se forment. في واحد التحول الكيميائي كتكون لنا ذرات جديده دي اتوم جداد. Donc c'est faux. Donc les atomes اللي تكون في البدايه كيعاودوا الترتيب فقط وتعطيونا برودوي جداد. Dans une transformation chimique, les réactifs sont identiques ou produits. Ou un تحول كيميائي, les réactifs qui sont مشابهين les produits. خطأ. C'est qu'on مختلفين. Dans une transformation chimique, les atomes subissent un réarrangement. Ou un تحول كيميائي, فقط هذو les atomes اللي تكونوا في البداية كيديروا واحد إعادة ترتيب وتعطيونا برودوي جديد. Donc c'est vrai, صحيحة. Dans une transformation chimique, l'état initial et l'état final sont identiques. Faut un تحول كيميائي, الحالة البدئية هي لي رياكتيف والحالة النهائية يعني لي برودوي sont identiques. متشابهين, donc s'il faut خطأ. Identifier une transformation. Répondre par vrai ou faux. La fusion de l'eau est une transformation chimique. L'NCR de l'eau. L'NCR de l'eau. C'est une transformation chimique. Non, c'est faux. C'est une transformation physique. Il faut que tu changes dans la condition de l'eau. Tu changes dans la condition de l'eau, mais tu changes dans la binière. La synthèse de l'eau est une transformation physique. La synthèse de l'eau est une transformation physique, c'est vrai. Non, transformation physique, non, c'est une transformation chimique, donc c'est faux. La combustion de fer dans l'air est une transformation chimique. Donc chimique, donc c'est vrai. La combustion de soufre dans le dioxygène est une transformation chimique. S. في الديوكسيجين هو واحد التفاعل كيميائي صحيح. Transformation de méthane, la figure ci-contre, dont deux représentations moléculaires correspond à deux transformations de méthane. Donc, on ajoute les transformations de méthane. هذا transformation, l'état initial ديالو هي هذه والاطار الفينال ديالو هي هذه وهذا transformation الثانيه ديال الميثان. Donc, عقلوا معايا على هذا هاد لي ديسان. دونك هذا التحول الاول الحاله الاولى ديالو الحاله النهائيه وهنا التحول الثاني الحاله البدئيه ديالو الحاله النهائيه. دوني لو نو دو شاكين دي سي ترانسفورماسيون. دونك الى رجعنا قال لك عطى الاسم ديال كل ترانسفورماسيون. اذا عندنا هذا التحول هذا من هنا لهنا هذا تحول وعندنا التحول الثاني من هنا لهنا. دونك هنا كانت عندنا هاد جوج لي موليكول هادو ديال الميثان وكانوا معاهم اربعه لي موليكول ديال ديوكسيجين. شنو عطاونا؟ عطاونا واحد لي موليكول جداد. دونك هذا ترانسفورماسيون كيميك وهذا كانوا لي موليكول ديال الميثان اربعه وبقاو اربعه. شنو وقع؟ فقط تباعدوا. ممكن هنا يكونوا كانوا ليكيد وهنا ولا غاز. دونك سي ولا عفوا هنا كان غاز comprimé, يعني كان مضغوط وهنا ولا عندنا دي طون هاد لوكاز يعني مستعناه. دونك هذا فقط ترانسفورماسيون فيزيك لان
لي موليكيول اللي كانوا عندنا في البدايه بقاو عندنا في النهايه. Ensuite, décrire les changements des molécules être ou bien entre l'état initial et l'état final. Décrire les changements de, des molécules entre l'état initial et l'état final. Donc, je nomme les changements. Je nomme les molécules qu'on a. On a de l'oxygène. Yep. Je nomme les molécules de l'oxygène. On a 4. 4 molécules de dioxygène. Je nomme A ou A 2 molécules de méthane. Finir avec nous l'adna ou l'adna 4 molécules, 4 molécules de l'eau, 4 joseph de l'ma ou juge joseph de dioxyde de carbone. Donc, ce qu'on a fait, les molécules qui sont les molécules. اما هنا كان عندنا 4 مولكيول ديال الميثان وهنا 4 مولكيول ديال الميثان. دونك هنا ما كاينش شونجمون ديال لي مولكيول. لي مولكيول هنا سون ايدنتيك. انسويت لا كيسيون 5.3, quelle transformation est physique et quelle transformation est chimique? Donc, comme on a dit, c'est la transformation physique ou la transformation chimique. La question 5.4, quelle est la différence entre les deux transformation au niveau de molécules. Je n'ai pas le différent entre ces molécules. Donc, là, les molécules sont identiques. Les molécules, la fait la transformation, sont identiques. Ou là, les molécules sont différentes. Les molécules sont différents, c'est clair. Ensuite, la question 5.5, écrire l'équation symbolisant la transformation chimique. Donc, l'équation Lula, elle a dit, la réaction d'elle. Donc, la question, je n'ai pas de 4 molécules d'elle, le double méthane ou le Lula, elle a juge molécules d'elle méthane. جوج مولكيول ديال الميثان اللي هو سي اش. عفوا هذا ماشي الميثان وانما هذا وي سي الميثان. تري بيان. دونك سي اش 4 بلس 1 2 3 4 و 4 مولكيول ديال من ديال الديوكسيجين. شنو عطانا كوم برودوي؟ عطانا 1 2 3 4 4 مولكيول 4 مولكيول ديال اش 2 او. شحال عطانا من مولكيول ديال سي او 2 وعطانا جوست لي مولكيول ديال سي او 2. دونك هذا هو لا رياكسيون اللي خصنا نكتبوه في هذا السؤال الاخير. هذا كومبيسيون دو فير احتراق الحديد. اون رياليز لا كومبيسيون دو لا لان دو فير يعني داك جيكس سي تي لورسكيلي رياليزي دون لير l'élément déclencheur de la combustion. Je ne vois l'ensor qui fait la combustion tbda wa le dioxygène O2. Le schéma ci-dessous représente la combustion de la laine de fer dans le dioxygène. Donc هذه التجربه كتبين لينا احتراق الجيكس في الهواء dans le dioxygène, يعني فقط في ثنائي الاكسجين. هنا في ثنائي الاكسجين نشدو هنا ندخلوها في هاد القنينة هاد اللي فيها فقط لو ديوكسيجين ونشوفو شنو غيوقع. كومبليتي لا ليجوند سيغ لا فيغور. اولا نملؤو هاد الفراغات هادي. دونك هذا هو الجيكس لا لان دو فير وهنا شنو كاينه في هاد الفلاكون كاينه لو ديوكسيجين وهنا شنو عندنا عندنا لو دو شو نو هادي لو سابل الرملة.
La même chose, là, le sable. C'est clair? Très bien. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les noms des réactifs et des produits. Donc, nous allons écrire l'équation, c'est-à-dire le mu'adala. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la laine de fer, plus le dioxygène, harqnaf le dioxygène, elle réagit avec le dioxygène. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le dioxyde de fer. Et qui est l'oxyde al-hadid. Donc, on nous pose la question, l'exercice 7, combustion de soufre et de magnésium. Bien, magnésium. Le soufre et le magnésium brûlent dans l'air. Et dans l'intérieur du soufre, le magnésium fait l'air. Lorsqu'on enflamme un morceau de soufre, puis on le plonge dans un flacon rempli de dioxygène, on obtient le résultat donné par la figure 1. Yani, on a un morceau de soufre, un flacon de dioxygène, on a un résultat de l'oxygène. Très bien. La même chose, on a un morceau bien une quantité de magnésium métal et quand le plonge dans un flacon rempli de dioxygène on a un flacon qui fait l'oxygène comme tu connais Allah do le soufre brûle dans le dioxygène comment le justifier parce que nous avons le soufre est tard sur le dioxygène parce qu'il y a la flamme ailleurs qu'il y a une la flamme là. C'est clair, la flamme, ou même qu'il y la flamme, il n'y a que de l'oxygène. C'est clair, ou même qu'il y a un nouveau produit. Nouveau produit, yani, nawatij jadid. 7.2, représenté sur le schéma, c'est dessous l'état initial et l'état final de la transformation chimique 1. La transformation chimique 1 ou 2. Ça n'a pas l'état initial ou l'état final. Donc l'état initial, je nous connais. Le combustible ou le soufre, le jisme l'état harq ou le soufre. Je connais le harq ou le dioxygène. Qu'est-ce que le dioxygène? Je nous connais l'oxyde de soufre. L'oxyde alkylique. Écrire l'équation symbolisant la réaction chimique qui a lieu. N peut être l'état initial ou l'état final. C'est la transformation chimique. Transformation chimique. Décrire ce qui se passe pour avant écrire l'équation symbolisant la réaction chimique qui a lieu. Donc, maintenant, soufre plus dioxygène qui a peine l'oxyde de soufre l'oxyde de soufre décrire ce qui se passe pour le rebond de magnésium. القطعة ديال المغنيسيوم اللي وضعناها هنا في هذا الفلاكون اللي فيه الديوكسيجين شنو وقع لها كما كتلاحظوا هنا اون فلام سي كلير ولا فيمي بلونش سي كلير دونك لو ريبون داك القطعة ديال المغنيسيوم بغيل افيك اون فلام blanche, يعني عطاتنا واحد الشعلة بيضاء très lumineuse يعني مضيئة جدا 5-7 sachant que la transformation produit de l'oxyde de magnésium appelé aussi magnésium produit utilisé par les alpinistes écrire l'équation symbolisant la réaction chimique qui a lieu.
Donc l'équation عندنا فيها المغنيسيوم c'est clair المغنيسيوم réagir plus réagir avec le dioxygène شكون كيعطينا كيعطينا l'oxyde oxyde كيعطينا l'oxyde donc هنا نكتبو المغنيسيوم réagir avec dioxygène Donc, il y a un oxyde de magnésium. Très bien. Ensuite, donc, réaction chimique dans la nature. On dit que les plantes sont des usines chimiques. Expliquez ceci en vous. Basant sur l'exemple de la photosynthèse. Je dis la photosynthèse. Voilà. Photosynthèse est une nabatat. C'est clair. Une nabatat. Que tu as les rayons des chimps. Que tu as les chimps. Zaid. Dek CO2. Les cantarhois. كطرح الإنسان زائد CO2 سي كلير واش كتعطينا هو كتعطينا ثنائي الأكسجين إذن هذا فاش كيفاش كيشبه بحال واحد لا رياكسيون شنو عندنا فيه عندنا فيه جوج لي رياكسيف ولا ثلاثة عندنا فيه لي غايون أشعة ديال الشمس وعندنا فيه ديوكسيد دو كربون اش كيعطيونا كيعطيونا نوفو برودوي اللي هو O2 دونك هاد النباتات هاد لي بلون راه بحالها بحال دي زيزون بحال واحد المصانع كتصنع لينا لو ديوكسيجين سي كلير 8.2 اكرير دون سو كا ليكواسيون دو لا رياكسيون سيمبوليزون لا ترانسفورماسيون شيميك اون اوتيليزون لي نون دي رياكتيف اي دي برودوي المهم هنا اللي مطلوب منكم هو انكم اون دي كو لي بلان النباتات واحد المصانع كيميائيه expliquer ceci en vous basant عند شرح كيفاش ان هاد النباتات هي مصانع حقيقه هي مصانع ديال ثنائي الاكسجين كيفاش هي مصانع اعتمادا على هاد البرينسيپ ديال لا فوتوسينتيز ديال انتاج ثنائي الاكسجين بواسطه النباتات très bien ensuite l'exercice la question 5 voici les présentations moléculaires de quatre transformations chimiques écrire pour chacune d'elles l'équation de réaction. Donc, on a la réaction A, B ou C. On a les équations d'elles. Donc, on a une boule noire, donc il y a le carbone, Ou هادو دو بول روج دونك دو ديال الاكسجين يتونا الاكسجين دونك هادي زائد هادي شنو كيعطيونا كيعطيونا نوفو برودوي اللي هو سي او او 2 هنا عندنا كربون وحده سوداء محاطه باربعه بيضاء اللي هي ديال الهيدروجين اش 4 زائد هادي موليكيول ديال او 2 شحال عندي منها عندي منها جوج واحد ها جوج طيب شنو عطاوني عطاوني هاد الموليكول هادي ديال سي وفيها جوج حمرين دونك هي سي او 2 وزائد وحده حمراء محاطه بجوج دونك هي اش 2 زو جوج ديال اش وحده ديال او شحال عندنا منها عندنا منها جوج دونك هادي لا فورمول شيمي ديال هاد سي عندنا جوج لي اتوم روج دونك او 2 بلس 4 بيضين ولكن كل جوج بوحدهم دونك هي اش 2 جوج منها شنو كيعطيني هاد لا رياكسيون كيعطيني وحده حمراء اونتوري بار 2 دونك هي وحده حمراء هي الاكسجين يعني او 2 زائد او 2 وحده اخرى عفوا اللي ماشي او 2 استسمح دونك عندنا او وحده وعندنا
جوج ديال اش جوج ديال اش او او زائد جوج ديال اش او او اخيرا هذه عندنا فيها جوج ديال الكربون جوج سي لانهم بعدين وملاصقينش داكشي علاش ما كتبناش ممكن تكتب سي جوج كونوا ملاصقين نكتب سي جوج اما بما انهم بعدين نكتب جوج سي بلس دابا او ملاصقين دونك هذه مولكيول دونك او 2 اش كيعطينا كيعطينا كربون مع اكسجين دونك سي او زائد سي او 6 combustion de carbone. La figure ci-dessous donne deux représentations moléculaires correspondant à deux transformations du carbone. L'atome de carbone est représenté par une sphère noire et la molécule de dioxyde de carbone sphère rouge et la molécule de dioxyde de carbone par deux sphères rouges. يعني هنا عندنا واحد الاحتراق ديال الكربون عفوا فيه فيه لاطوم ديال الكربون مثل الكرية سوداء وفيه لاطوم ديال الاكسجين وبيان لا موليكول ديال الاكسجين ثنائي الاكسجين اللي هي سي او 2 دي او 2 مثل جوج لي زاتوم روج ايطا انيسيال ايطا فينال استسمح دونك في هاد الترانسفورماسيون الاول Voilà l'état initial, voilà l'état final, transformation dernière de l'état initial, voilà l'état final. Vérifiez si les atomes sont conservés au cours des combustions. Les atomes sont les combustions. Donc, je vais un atome. Rouge 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, jouge, 3, 6, 8, 10, 12. Donc, on a 12. Rouge. J'en ai un rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12. Rouge. Donc les atomes de carbone, de l'oxygène sont conservés. Là, je vais mettre notre pelle de l'autre, notre pelle. Je vais mettre le carbone là, je vais mettre 6. 6 carbones. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 6 carbones. Donc le carbone est conservé. Donc. هنا عندنا 12 اكسجين وعندنا 6 كربون وهنا في ليطا فينال عندنا 12 اكسجين و 6 كربون دونك لي زاتوم سون كونسيرفي نشوف هاد ليطا شحال عندنا ديال الاكسجين هنا عندنا 6 اكسجين وشحال عندنا ديال الكربون عندنا 6 كربون في ليطا فينال نشوفو الاكسجين 1 2 3 4 5 6 دونك 6 اكسجين 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6 carbone. Donc les atomes sont conservés. Très bien. Nous avons expliquer pourquoi les produits des combustions 1 et 2 sont différents. Donc je vais vous expliquer qu'il y a un élève fait les produits. Je vous fais je n'ai la molécule de la molécule de l'âge. Je vais vous faire C. فيها جوج ديال O يعني CO2 هادو كلهم سون دي مولكيول ديال CO2 شحال عندنا مولكيول ديال CO2 هنا 1 2 3 4 5 6 عندنا 6 لي مولكيول ديال CO2 6 لي مولكيول ديال CO2 هنا شحال عندنا مولكيول ديال CO2 عندنا 1 2 عندنا جوج لي مولكيول ديال CO2 وعندنا مولكيول هادي فيها CO وهادي فيها CO وبقاو عندنا دي زاتوم ديال الكربون بوحدهم شنو الاختلاف علاش هذا الاختلاف هذا شنو السبب دونك السبب هو لا كونتيتي ديال لو دي اوكسجين هو الكميه ديال ثنائي الاكسجين شوفوا هنا شحال عندنا ديال دي اوكسجين هنا شحال عندنا من مولكيول هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 دونك هنا هذه مولكيول ديال او 2 شحال عندنا فيها 6
وهنا شحال عندنا من موليكول ديال سي او 2؟ عندنا ديال عفوا ديال او 2 هاد الاولى الثانيه ثلاثه، اذا عندنا فقط ثلاثه ديال او 2. دونك السبب اللي ادى الى اختلاف هاد النواتج، هنا كاينه 6 وهنا كاينه يلاه 3 ديال سي او 2 وعندنا ظاهره من النواتج جداد، دونك هو لا كونتيتي دو ديوكسيجين، كميه ديال الديوكسيجين. هنا الكميه ديال الديوكسيجين كبيره وهنا الكميه ديال الديوكسيجين قليله. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون. دونك لا كونتيتي دو ديوكسيجين، الى عددنا الاختلاف، اكخير ليكواسيون دو لا رياكسيون كورسبوندون ا شاك كومبيسيون، يعني كتبوا التفاعل ديال كل احتراق. الى جينا نكتبوا ديال هذا، تبعوا معايا مزيان، نكتبوا ديال الاول شحال عندنا فيه، شحال عندنا فيه من موليكول ديال او 2، نشوفوا بعدا ديال الكربون، شحال عندنا فيه من اتوم ديال الكربون؟ عندنا فيه هنا 6، 6 لي زاتوم ديال الكربون، زائد شحال من موليكول ديال الديوكسيجين؟ زائد 6 لي موليكول ديال الديوكسيجين. شنو نتج لينا في هاد لا كومبيسيون؟ نتجو لنا 6 لي موليكول ديال سي او 2. دونك هذا بالنسبة لا كومبيسيون الأول. لا كومبيسيون الثاني، لا كومبيسيون الثاني شحال عندنا فيه من موليكول، شحال عندنا فيه من اتوم ديال الكربون؟ عندنا فيه 6 لي زاتوم ديال الكربون. شحال عندنا فيه من موليكول ديال او 2؟ عندنا فيه فقط 3، عندنا فيه 3. شنو عطانا؟ عطانا جوج لي موليكول ديال سي او 2 الاولى الثانيه، زائد جوج لي موليكول ديال سي او، زائد جوج لي زاتوم ديال الكربون اللي محتارقوش بقاو، لان الكميه ديال ثنائي الاكسجين غير كافيه. دونك هذا هو لا كومبيسيون الثاني وهذا الاول. انسويت لا كيسيون 6-4، كالكولي بور لا كومبيسيون 1 لا ماس دو ديوكسيد دو كربون ريزولتون دو لا كومبيسيون دو 0,4 غرام دو كربون دون 1,6 غرام دو ديوكسيجين. طلبوا منا نحسبوا الكمية ديال ديوكسيد دو كربون، إلا حرقنا 0.4 غرام ديال الكربون في واحد الكمية ديال الهواء اللي هي 1.6 غرام. دونك حنا كنعرفوا عندنا 0.4 غرام ديال الكربون، غنحرقوها في شحال؟ في 1.6 غرام. شحال غتنتج لينا ديال لاماس؟ دونك دائما لاماس ديال لي رياكتيف كتساوي لاماس ديال لي برودوي، دونك هي 0.4 زائد 1.6، إذن عطينا هي 2 غرام. Très bien. Calculer pour la combustion 2 la masse de dioxyde de carbone résultant de la combustion de 0,6 g de carbone dont 0,8 g de dioxygène, sachant qu'il se forme également sur le 73 g de le monoxyde et 0,8. دابا خصنا نكتبو داك لا كومبيسيون باش تبان لينا. دونك لا كومبيسيون شنو قلنا عندنا فيها؟ قلنا عندنا فيها ست لا كومبيسيون الثانية اللي كانت عندنا، هادي عندنا فيها 6 لي زاتوم ديال الكربون زائد 3 ديال لي موليكول ديال الأكسجين، عطانا جوج لي موليكول ديال ديوكسيد دو كربون، عطانا جوج لي موليكول ديال المونوكسيد، عطانا جوج لي زاتوم ديال الكربون. دونك عندنا 6 لي زاتوم ديال الكربون، 3 لي موليكول ديال الاكسجين، شنو عطانا؟ عطانا جوج لي موليكول ديال سي او 2، وعطانا جوج لي موليكول ديال سي او، وعطانا جوج لي زاتوم ديال الكربون، ياك؟ تري بيان، دونك مزيان. دابا عطانا لا ماس ديال الكربون هي 0.6، عطانا لا ماس ديال الكربون هي 0.6، وعطانا لا ماس ديال لو ديوكسيجين هي 0.8، وعطانا لا ماس ديال المونوكسيد هي 0، المونوكسيد 0.73،
Le carbone de 0,8, de l'oxygène, sachant qu'il se forme également 0, ou 0,2 ديال الكربون اللي بقات اللي مطلوب منا هو نلقاو الكميه ديال هذا سي كلار حنا دابخي لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دو لا ماس قانون انحفاظ الكتله ان الكتله ديال لي رياكتيف الكتله ديال لي رياكتيف اللي هي شحال هي 0.6 زائد 0.8 غتساوي الكتله ديال هذيك لا ماس la masse de CO2 زائد la masse ديال هذا اللي هي 0.73 زائد 0.2 ديال الكربون سي كلير دونك حنا كنقلبوا على هذا ام هذه دونك ام غتساوي 0.6 زائد 0.8 اللي هي 1.4 1.4 غنقصوا منها 0.73 زائد 0.2 هي 0.93 إذن ام تساوي 1.4 ناقص 0.93 نديرو الآلة حاسبة وغتخرج لكم النتيجة بالجرام شحال تساوي 1.4 ناقص 0.93 وعطيونا القيمة بالجرام في لي كومونتير باش نفيغيفيو تبارك الله عليكم سات transformation de méthane, تحول ديال الميثان. On donne l'équation bilan de la combustion de méthane. Donc, d'où le salaire de méthane, c'est H4 2O2 CO2 2H2O. Donc, on a le méthane qui est à l'arbre de l'oxygène oxygène qui est le CO2 qui est le 2H2O. Proposer une méthode permettant de vérifier que l'équation de cette réaction est équilibrée. Qui veut que nous voyons l'équation est équilibrée. Et nous allons voir le nombre des atomes. Sinon, les atomes sont les réactifs, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Nous avons le carbone 1. Nous avons l'hydrogène 4. Nous avons l'oxygène 2. Nous avons le réactif. كربون هيدروجين اكسجين خصهم يكونوا لي زاتوم دونك كاينين مزيان شحال ندير الكربون واحد شحال ندير الاكسجين ها جوج وهاد جوج هنا في هاد الواحد هي المهم خلاها الكربون دونك واحد الهيدروجين جوج هي اربعه هاي جوج مضروب جوج هي اربعه ديال الهيدروجين الاكسجين عندي هنا مع هاد في هاد الموليكول جوج وعندي هنا في هاد الموليكول جوج علاش هنا جوج هي جوج في واحد دونك هي اربعه دونك فوالا ليكواسيون ايكيليبري Vous voyez, donc l'équation est équilibrée. C'est la méthode. Complétez le tableau ci-dessous en aidant de l'équation bilan de la combustion de méthane. C'est-à-dire, on va continuer le tableau et on va faire l'équation. À l'état initial, on a le méthane 4, dioxygène 8, dioxyde de carbone 0. L'eau ne peut pas 0 qui réagit. شكون اللي تفاعل تفاعل الميثان هذا مع هذا اليطا فينا هذا يولي زيرو وهذا زيرو شنو غينتج لينا عينتج لينا ديوكسيد دو كربون شحال كان عندنا ديوكسيد دو كربون واحد دونك عندنا هنا واحد شحال كان عندنا ديال دو ديال لو غادي نديرو تري بيان دونك لي زيكزارسيس ديال لاباج 88 بوركوا سانتيتيزي دي موليكول علاش كنديرو لا سانتيز علاش كنديرو انتاج المواد الكيميائيه في المختبر علاش كننتجو هاد المواد هادي On synthétise des molécules parce que, comme on va la synthèse, les substances naturelles équivalentes ne sont pas suffisantes. Les molécules naturelles, la synthèse, donc c'est vrai. Les réserves de substances naturelles sont
إكوي زار، يعني لأن المواد الطبيعية يمكن أن تنتهي أو قابلة للانقراض، تقدر تنتهي واحد الوقت، أو أن ديك المواد غير قابلة لإعادة التصنيع. دونك سي فغي لو كو دو سبستانس سانتيتيك اي ابوردابل، يعني الثمن ديال هاد لي ماتيير سانتيتيك تيكون رخيص على ديك المواد الطبيعية. دونك سي فغي دي سبستانس نو سو تروف با دون لا ناتور، كذلك كنديرو لا سانتيز لان كاينه بعض المواد غير موجوده في الطبيعه. صحيح، دونك هادشي علاش كنديرو هادو كلهم خصنا نعرفهم. هادشي علاش كنديرو لا سانتيز، لان لي سبستانس ناتوريل ايكيفالون نو سون با سيفيزون، لان المواد الطبيعيه غير كافيه، كذلك لي ريزيرف ناتوريل ما كنبغيوش نهكوهم، يعني نبقاو ناخذو غير منهم حتى ينتهيو نحافظو عليهم. لو كو حتى ان كذلك لي سبستانس سانتيتيك الثمن ديالهم غالي، اما لي سيبستانس سانتيتيك الثمن ديالها رخيص لان الطبيعيه كما قلنا الثمن ديالها غالي. دي سيبستانس نو سو تروف با دون لا ناتور، كذلك ان لي سيبستانس كنخرجوا واحد لي سيبستانس جداد اللي ما كاينش في الطبيعه وحنا محتاجين ليهم. سيبستانس ناتورال اي سانتيتيك، شوفوا الفرق ما بين الماده الطبيعيه والماده الصناعيه. شوزي لا بون ريبونس. اون سيبستانس ناتورال اي فابريكي باغ لون، الماده الصناعيه المادة الطبيعية مصنوعة من طرف إنسان خطأ. لوريجين دو سيبستانس ناتوريل اي انيمال اي فيجيتال، يعني ان هاد لي سيبستانس ناتوريل الاصل ديالهم اما حيواني او نباتي. صحيح، لي سيبستانس سانتيتيك سون فابريكي دون لاندستري اي اون لابوراتوار، المواد المصنعة كنصنعوها في الشركة او في المختبر. صحيح، les substances synthétiques sont toutes artificielles. Gare les substances synthétiques sont artificielles. Artificielles, يعني ما عندهمش مثال في الطبيعه، وهذه خطا لان مجموعه من المواد الصناعيه موجوده في الطبيعه. Répondre pas vrai ou faux, le dioxygène peut être obtenu par synthèse. هذا الاكسجين اللي كنستنشقوه ممكن نحصلوا عليه بسينتيز. وي دونك سي فري، درنا التجربه. الاسيتات دازوميل peut être synthétisé en laboratoire. هاد الاسيتات هذا هو ديك النكهه ديال البنان، واش ممكن نصنعوها؟ وي دونك سي فري. لو سوفر اي اون سبستانس سينتيتيك، سوفر لا طون ديال السوفر اي اون سبستانس سينتيتيك، سي لان كاينه بعض المواد ممكن نصنعوها، كاينه بعض المواد اللي ما يمكنش نصنعوها. دونك لو سوفر ممكن نصنعو، دونك سي فري. L'acide phosphorique est une substance synthétique, donc c'est vrai. Donc, ce sont des questions vraies. Je complète. Complétez les phrases en utilisant les mots synthèse, synthétiser, naturel, matière, équivalent, synthétique, chimique. Donc, les molécules de dioxygène de carbone ou bien de dioxyde de carbone. Les molécules de dioxyde de carbone synthétisées, voilà, donc c'est synthétisées, les molécules sont synthétisées, ont les mêmes propriétés que les molécules de dioxyde de carbone naturel. Yani, on a dioxyde de carbone scénarii, on a les mêmes de dioxyde de carbone tabii. Les substances obtenues par synthèse, المواد اللي كنحصلوا عليها بالسينتيز سي كلير سون ايدونتيك ا لور ايكيفالون ناتورال. لور ايكيفالون دونك هنا ايكيفالون. اون سبستانس سينتيتيك اي بريباري بار فوا شيميك، سي كلير، يعني ان هاد لي سبستانس سينتيتيك كنحصلوا عليهم من خلال واحد التفاعلات كيميائية، voie chimique. La chimie est la science qui transforme la matière. يعني أن الكيمياء هو ذاك العلم اللي كيحول لنا المادة. Synthèse de l'arôme de banane. يعني نخرجوا نكهة البنان. On réalise la synthèse de l'arôme de banane avec dispositif séquentre. يعني هذا هو الجهاز اللي كننتجو به
l'arôme ديال البنان بلاصي دون لي رياكتيف سون لي رياكتيف اللي غنديروا بهم التفاعل لي رياكتيف كتعرفوهم غنديرهم في هذا البالون هذه لو ميلونج اي شوفي وغادي نسخنوهم هذا شوف البالون ابري كلكو مينوت اون فيرس لو ميلونج دون دو لو صالي في البيت مع السخون هذا ودير مزيان غنديروه في لو صالي يعني في الماء المالح Après décantation, on va faire la décantation. L'arôme se trouve dans la partie supérieure du mélange. Yani, on va mettre le malih. On a l'arôme de la banane, le mal qu'al-tahit. On a l'arôme de la banane, t'la al-fouq. C'est clair, l'arôme de la banane, j'ai fouq le mal. Fait le béchir. Quel est le rôle de la colonne qui surmonte le ballon dans le montage. Donc, on a cette colonne. Cette colonne. Qu'est-ce que c'est le rôle Le bouchard qui va sortir de là, il va aller au bouchard. Donc, il va y avoir un bouchard, il va sortir de là. Donc, il va sortir le bouchard et il va sortir de là, il va sortir de là, liquide. Donc normalement, il sort de là, il sort gaz. Donc son est là, il sort liquide. Donc ce qu'il va faire, c'est que le gaz qui va sortir. Donc on fait condenser. Donc ce qu'il va dire, c'est un condenseur. يعني مكثف. Condenseur, يعني qui كثف لنا الهواء. C'est clair, le هواء c'est comme gaz ou qui est liquide. Donc c'est un condenseur. Très bien. 5-2. Indiquer la marche à suivre pour récupérer l'arôme de banane. Je ne vais pas dire que je vais vous dire l'arôme de banane est là, qui est là, qui est là. C'est là, je vais dire décantation. Je vais dire la décantation. Je vais dire la décantation. Donc, pour isoler l'arôme de banane, je vais dire le mélange, je vais dire le banane. C'est clair. Donc, pour isoler l'arôme de banane de mélange, quand on est dans le verre, c'est clair, on réalise une décantation qui va permettre de récupérer uniquement l'arôme. وندون فرغو بشوية 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 حتى ينزل لينا داك لاغوم كامل ينزل لينا داك لاغوم هنا سيكلا نشوف قرب الماء ينزل هاد الماء صالي نوقفو ونحصلو على هاد لاغوم سيكلا دونك هادي راهي انسويت سانك تروا كيلي لا سيبستانس ريسبونسابل دو سيت او بيان سو اروم دو بنان شنو هي المادة المسؤولة على هاد لاغون ديال البنان؟ المادة المسؤولة هي لاسيتات دو ايزوميل عقلوا عليها لاسيتات دو ايزوميل هي المادة المسؤولة على لاغون ديال البنان بريسيزي لي رياكتيف دو سيت سينتيز دونك لي رياكتيف هاد لا سينتيز هادي هما l'acide éthanoïque et l'alcool isomélique. C'est clair? Très bien. En réalisant la synthèse suivante, donc la question de l'eau, l'imtlom n'hna, ou n'en kemlo al faragat. Donc, شنو هذا اللي عندنا هنا؟ اللي عندنا هنا هو l'eau oxygénée. شنو هذا اللي عندنا هنا؟ هو le permanganate de potassium. Ou هذا واحد cuve A ou واحد cuve اللي فيه الماء. باش هنا في النهاية نحصلو على O2. Donc, هذه هي la synthèse ديال O2. باش نحصلو على synthèse ديال الماء بهاد الطريقة. دونك فوالا هذا هو اخر اكزرسيس
كنتمنى يكون عجبكم لا كوريكسيون مزيان. ما تنساوش تابوناو فلاشين، تخلي واحد كومونتير باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد من اجل التفوق والتميز في مادة الفيزياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.